مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة حلقة النهاردة هتكون غاية في الأهمية، عندنا أخبار عديدة بتخص النادي الأهلي وده الأهم بالنسبة لنا، وأخبار أخرى محلية وعالمية هنستفيض في الحديث عنها. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ وليد زينهم رئيس القسم الرياضي بجريدة روز اليوسف، وهنتكلم في حاجات كتير جدا وملفات عديدة بتخص الكرة المصرية تحديدا. عندنا ملفات كتير جدا كمان عايزين نتكلم فيها مع بداية الحلقة، بس نروح نشوف أهم عناوين حلقة النهاردة. يلا بينا. الفيفا يهنئ الخطيب بعيد ميلاده. الأهلي يختتم مرانه في القاهرة اليوم قبل السفر للإمارات. بايلر يتسلم تقرير عبد الحفيظ عن رحلة الإمارات غدا. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات. البدري جزر القمر منتخب منظم وأمتلك ثلاث طرق للعب. استمرار اللاعبين المستبعدين في معسكر المنتخب الأولمبي. صلاح ينافس ميسي ورونالدو على الأفضل في جوائز جلوب سوكر 2019. طيب هقول لكم بصراحه، يعني هو الكابتن محمود الخطيب طالب ان احنا ما نتكلمش ولا نحتفلش خالص بعيد ميلاده، وقال طول ما انا مسؤول في النادي الاهلي مش عايز حد يحتفل بعيد ميلادي، بس احنا لقينا مخرج يعني الموضوع بصراحه، لان ما ينفعش ان احنا ما نحتفلش بعيد ميلاد اسطوره من اساطير كره القدم. احنا مش هنتكلم على محمود الخطيب كمسؤول او كرئيس النادي الاهلي، دي اركنها على جنب دلوقتي، احنا بنتكلم على اسطوره تاريخيه في الكوره في مصر بالتحديد وللنادي الأهلي على وجه الخصوص، لاعب تاريخي وكبير جدا جدا، وصعب ان انت في يوم الايام تعوض شخصية في الملعب ومهارات في الملعب زي مهارات الكابتن محمود الخطيب. انا للاسف ما اتفرجتش عليه، بس دايما بيتحكي لي عنه، يعني الناس القديمة اللي اتفرجوا على الكابتن محمود الخطيب، والدي مثلا بيقعد يتكلم معايا كتير جدا عن الكابتن محمود الخطيب في الحقيقة، يعني من زمان قوي. فللاسف انا ما عاصرتش كابتن محمود الخطيب، بس شفت بعض الفيديوهات ليه دايما كده، سواء الاهداف اللي بيجيبها على مدار تاريخه، وجايب 109 هدف تقريبا مع النادي الاهلي بخلاف الاهداف مع المنتخبات الوطنيه، زي الاهداف اللي حضراتكم شايفينها كده. وفي الحقيقه الاهداف كلها تاريخيه وفيها مهاره، يعني كل الاهداف هتلاقي فيها مهاره، تمام؟ يعني دي مهاره مثلا، ادي سرعه مع مرور من حارس المرمى برؤيه مميزه جدا وشاف الحارس متقدم. انا مش هقعد احلل، طب مش انا اللي هقعد احلل يعني اهداف الكابتن محمود الخطيب يعني، لكن في كل الاحوال انا في فيديو شفته على السوشيال ميديا كده ملوش علاقه كمان بالاهداف،
فيديو مهارات بس، مرور من لاعب حركة معينة بيعملها، انبهرت أكتر. ما كنتش شفته قبل كده في الحقيقة، شفته قريب من كام أسبوع، لكن زمان لا كنت بشوف الأهداف بس. فبالتالي لا، حقنا بصراحة إن احنا نحتفل باللاعب محمود الخطيب، الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، نجم نجوم النادي الأهلي واللاعب التاريخي للكرة المصرية، واللي قدم الكثير والكثير سواء للكرة المصرية أو للنادي الأهلي في الحقيقة. أهداف كتيرة جدا للكابتن محمود الخطيب وكلها بصراحة أحلى من بعض. يعني إيه الهدف ده مثلا؟ يعني إيه الهدف ده؟ إيه الاستلامة؟ واستلامة على مرتين، يعني بيستلمها على صدره، بعد كده هيئها برجله، بعد كده شاط في البعيدة. فلا صعب يتكرر مهاريا، صعب يتكرر من حيث الانجازات. لا في لعبة كتير جدا عملت انجازات، لكن كمهاره وطريقه لعب يعني جدا مثلا، لا مش هنقعد نحكي كتير. في اجوان كتير جدا للكابتن محمود الخطيب في الحقيقه كلها مميزه. فاحنا عايزين نقول له ايه؟ عايزين نقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن محمود، وان شاء الله باذن الله باذن الله دايما كده ربنا يديك الصحه وطوله العمر، ودايما كده متالق سواء لما كنت لاعب او سواء كمسؤول برضو، لان دي من الجانب الاداري، عنده مشوار اداري كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي، سواء كعضو مجلس اداره، كنائب رئيس للنادي، واخيرا كرئيس للنادي. احنا اتكلمنا شويه عنه بشكل اكبر كلاعب واسطوره كرويه. عندي فيديوهين كمان عايزين نعرضهم كده، فيديو خاص بتهنئه بعض الاساطير في مختلف الدول في العالم للكابتن محمود الخطيب، وفيديو مهدى من قناه النادي الاهلي. نروح نشوف. سلام يا خطيب. مساء الخير صديقي محمود، ان شاء الله انت بخير. عيد سعيد وعمر مديد، اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق والخير ان شاء الله. انت اسطوره وتبقى دائما اسطوره، وكل عام وانت بألف خير. سنه حلوه يا حريف، اللي تعني بلاشنا المغربيه يا كويري، ان شاء الله 100 سنه من الاناقه والاحترام. كانت سيدة الشاشة العربية المرحومة فاتن حمامة تناديني بعزيز العزيز، وهي ألقاب أفتخر بها طبعا، وأنا أناديك دائما بالخطيب العزيز. بالنسبة إلي كنت وما زلت وستظل ما بين اللاعبين القلائل الذين أفتخر بهم أو أفتخر بصداقتهم، لأنك النموذج والقدوة لكل الشباب العربي. مرة أخرى نقول لك عيد ميلاد سعيد، وكل عام وأنت بألف خير. يا بيجو قبل أنت تبقى مش ممكن يا بيجو، مش ممكن. إدلا فوق إدلا هابي بيب يا رايس. السلام. Good morning كابتن، and it's Mustafa Haji from Morocco. I wish you a nice birthday. So, and I hope, inshallah, you will feel good. We're all with you and we support you. Captain Khatib, thank you for all the time we spent together. You're a great man. You're a great president. All the best. Take care. Yalla Ali. And I hope we will meet in for the final of Champions League. It will be a fantastic pleasure. It was a great pleasure for me to be your coach. And I wish you all the best. Take care. And see you soon. Half soap. Half soap. Half soap. Half soap. مش احنا اللي احتفلنا، ماشي؟ مش احنا اللي احتفلنا. دي اساطير الكوره في افريقيا في الحقيقه احتفلوا بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، وحبوا ان هم يقولوا له بعض الرسائل، يعني سواء مثلا ايه رابح ماجر طبعا النجم الجزائري الكبير والاسطوره الجزائريه، عزيز بودربال نجم الكرة المغربية، مصطفى حجي أيضا كمان نجم الكرة المغربية، وأنطوان بيل الأسطورة الكاميرونية وحارس المرمى، وباتريس كارتيرون، وده فيديو بالتحديد من موقع الكرة، فيديو مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي. كل سنة وأنت طيب يا كابتن بيبو، وإن شاء الله دايما دايما في صحة جيدة، ودايما كده أسطورة من أساطير الكرة المصرية على مدار التاريخ. يا نعيم يا نعيم.
يا لعيب يا لعيب يا لعيب. طيب دي كانت بعض الفيديوهات الخاصه بالتهنئه بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب لاعب النادي الاهلي واسطوره الكره المصريه ورئيس النادي الاهلي الحالي. سهل ان انت تبقى موهوب؟ سهل ان انت تبقى نجم كبير جدا في الكره ومشهور وكلام من ده؟ سهل ان انت تبقى رئيس نادي كبير لكن صعب ان انت تبقى محمود الخطيب؟ وفي الحقيقه ده واقع، يعني احنا مش بنقول كده عشان هو رئيس النادي الاهلي الحالي والكلام من ده، لا لا خالص اطلاقا. يعني كل الكره المصريه، كل جماهير الكره المصريه بالمناسبه بيحتفلوا بعيد ميلاد الاسطوره محمود الخطيب. طيب عندنا امور بقى اخرى عايزين نتكلم فيها تتعلق بفريقنا، الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، واللي هيسافر بكره ان شاء الله للامارات في معسكر خارجي هيكون هام جدا جدا. هام ليه؟ لان مستر فايلر المدير الفني للنادي الاهلي هيركز في المعسكر ده على جوانب عديده طبعا، من خلال التدريبات، مباريات وديه، وفي الغالب هتبقى مباراه واحده لحد دلوقتي لان المعسكر تقريبا هيبقى 6 ايام بس. فبالتالي الاستقرار على مستويات بعض اللاعبين، اخذ بعض الانطباعات بشكل نهائي عن بعض الاخر من اللاعبين، فدي كلها امور مهمه جدا خصوصا في ظل فتره التوقف الحاليه لبطوله الدوري بسبب الاجنده الدوليه، سواء فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي الوطني نتمنى له كل التوفيق، او المنتخب الوطني الاول نتمنى له ايضا كل التوفيق في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا 2021 باذن الله تعالى في الكاميرون. فبالتالي النهارده المران الاخير للنادي الاهلي في استاد مختار التتش، المران ابتدى بالتحديد في تمام الساعه 4 عصرا، هيخلص المران وبكره ان شاء الله الفريق هيتجمع عشان يسافر للامارات في رحله اعتقد 4.5 ساعة الامارات على ما اتذكر يعني، ويبتدي تدريباته ان شاء الله بدايه من يوم الجمعه في معسكر هيكون مهم. سبق البعثه كابتن سعيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي، كابتن سعيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكوره، كابتن سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي، عشان يرتبوا كل الامور النهائيه. الامور هناك مترتبه على فكره والتنسيق تم من بدري، لكن رتوش اخيره كده بيرتبوها سواء فيما يتعلق بملاعب التدريب، بمقر اقامه الفريق، فكل دي اشياء غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. والفريق طبعا هيلحق بالكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي غدا باذن الله. نقرب من الصوره بشكل اكبر، نعرف اخر الكواليس واخر التفاصيل. نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان رئيس قناه الاهلي. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك يا زميل امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاخبار عندك يا شريف قول لنا. خليني ابدا لك الاول طبعا واقول الاسطوره، اسطوره النادي الاهلي، اسطوره افريقيا، الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، بقول له كل سنه طيب باذن الله، سنه سعيده وتكون كلها انتصارات وكلها بطولات للنادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي النهارده كان تمرينه في 4 عصرا، ولكن قبل بدايه المران كان في تصوير اعلان خاص بلاعبي النادي الاهلي لمستشفى 57، وكان في نجوم كثيره من لاعبي النادي الاهلي مع اطفال مستشفى 57، حاجه ترفع من روحهم معنويه. النادي الاهلي دايما سباق في الخير طبعا. النادي الاهلي دايما ما بيتاخرش في المواقف اللي زي ديت. يمكن كان النادي الاهلي من بدري جدا، يمكن من الساعه 12 الظهر وهم موجودين في النادي الاهلي. التمرين كان في 4 عصرا، يمكن التمرين كان فيه احماء وكان فيه فقره كبيره جدا بكره اليد، يمكن على نطاق واسع شويه من الملعب، وكان مستر فايلر كان حريص في نهايه المران يكون في تخصص على الجول من الاجناب ومن العمق، شوط من العمق من على 18 من بره او قوس ال 18، وفرات من الاجناب المهاجمين ولاعبي وسط الملعب يقدروا يفنشوا هذه الكور لاهداف. يمكن اخذوا على مرحلتين، مرحله وسط الملعب الهجومي بالمهاجمين، والمرحله الاخرى وسط الملعب الدفاعي والمدافعين، يمكن تالق فيها معظم لاعبي فريق النادي الاهلي. يمكن في اخر فقره في التمرين عمل شوتنج من بره فاولات، ويمكن كان عقاب اللاعب اللي ما يعرفش يحرز هدفين ورا بعض بالضغط 15 مره، ويمكن ثلاث ارباع الفريق عمل ضغط بطمنك يعني. والله محمود متولي شارك بجزء كبير النهارده من المران، ولكن في اخر فقره في المران ما كملش طبعا. المران تعرف بياخد اجزاء خلاص على مهله يا شريف. الماتشات لسه بدري.
تمام النهارده خد فوز اكبر من امبارح خلاص يعني بدا يخش في التمرين ولكن بصفه تدريجيه طبعا علشان خاطر ما تجيش الاصابه ما يحصلوش انتكاسه في اي حاجه من اعضاء الجسم وانت عارف هو كان مركز على العضله الخلفيه وطبعا كان بيأهل جسمه كله ولكن برضه تخوفا من اي حاجه ممكن تحصل ولا حاجه الجهاز الطبي كويس جدا في الجزئيه دي وبيتعامل بكل احترافيه في هذه الجزئيه تمرين الحراس على الجانب الاخر الشناوي اكرامي علي لطفي حارس الناشئين حمزه يمكن النهارده كان مركز على التمرين القدم اكتر منه يمكن كيفيه الحارس لو حد عمل له باص يقدر يوقف الكوره ويطلع باص من رجله سليم النهارده كان مركز عليها كان مركز على العرضيات وتالق فيها الاربع حراس بشكل ملفت للنظر النهارده كان اخر تمرينه في البيتش يمكن استمرت حوالي ساعه ونصف من منذ قليل غادر النادي الاهلي طبعا مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ والمدير الاداري الخبره كبيره جدا يا كابتن سمير عادل متجهين الى دوله الامارات تعرف النادي الاهلي لازم قبل ما النادي الاهلي يكون موجود يكون لازم حد مدير الكره حريص في هذه الجزئيه وكابتن سمير عادل يشوف كل حاجه بعينيه يشوف المعسكر يشوف الغرف يشوف ملاعب التدريب يمكن تعرف النادي الاهلي عودنا دايما في اخر سنوات وممكن طول عمره النادي الاهلي سباق في هذه الافعال لازم كل حاجه يتشاف بالنظر غير الصور خالص فطبعا دلوقتي الكابتن سيد سليم متواجد في المطار غادر النادي منذ قليل هو طبعا والكابتن سمير عادل بكره النادي الاهلي باذن الله الساعه 8 صباحا هيكون تجمعهم في المطار الساعه 10 ونصف هيركبوا الطائره المتوجهه الى الامارات يصلوا بألف سلامة بإذن الله ويكون معسكر ناجح معسكر لبداية فترة صعبة جدا من المباريات الأفريقية والمحلية وبإذن الله تكون كلها انتصارات للنادي الأهلي. الأمير معاك رئيس الصالة. بإذن الله أتمنى لهم كل التوفيق. يا شريف عايز أسألك برضو على محمود وحيد لأن معايا بعض الأخبار النهاردة بيقولوا إن محمود وحيد ما شاركش في التدريبات إمبارح، هل حالته كويسة ولا الأمور بالنسبة له إيه؟ محمود وحيد المعلومة اللي عندي اللي هو كان في منتخب مصر هو واثنين لاعبين المعلومه اللي عندي مش عارف من صحتها امبارح والنهارده كان موجود في مران النادي الاهلي ويمكن عمل مران يمكن تاهيلي اكثر منه تمرين مع لاعبي الفريق وشايفه بحاله جيده جدا وموجود مع لاعبي النادي الاهلي بكره باذن الله متجه الى معسكر الامارات. كويس انا بشكرك يا شريف شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي والاهلينا كل الاخبار اللي تتعلق بالفريق. بالمناسبه طبعا كواليس المعسكر كلها على قناه النادي الاهلي بشكل حصري ولحظه بلحظه اول باول كده هنتابع ان شاء الله الكواليس من خلال معسكر النادي الاهلي هناك في الامارات. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. عايز اتكلم شويه عن المنتخب الاولمبي لان احنا لازم الفتره الجايه نركز على المنتخب الاولمبي لان ده هدف اساسي. فالمنتخب هيجد كل الدعم اعتقد طبعا ومش اعتقد متاكد ان كل وسائل الاعلام هتدعم المنتخب الاولمبي لان دي مهمه وطنيه غايه في الاهميه من خلال المشاركه في بطوله الامم الافريقيه اللي عندنا في مصر واللي هتكون من يوم 8 ليوم 22 والمؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 باذن الله وده حلم كبير بالمناسبه وبطوله ما تقلش عن كاس العالم يعني بطوله مهمه جدا طبعا حضراتكم عارفين الجزئيه دي بشكل كويس جدا. بالتالي المنتخب الاولمبي امبارح اعلن الساعه 11 بالليل كده عن القائمه النهائيه للمنتخب وقائمه نهائيه مكونه من 21 لاعب وتم استبعاد بعض اللاعبين. عايز اقول لحضراتكم القائمه في حراس المرمى عمر رضوان من الجونه عمر صلاح سموحه ومحمد صبحي الزمالك دول ثلاثي حراسه المرمى الدفاع اسامه جلال انبي محمود مرعي وادي دجله محمود الجزار الجونه المعار من النادي الاهلي احمد رمضان بكم وادي دجله محمد عبد السلام الزمالك واحمد ابو الفتوح سموحه وكريم العراقي من المصري في وسط الملعب اكرم توفيق الجونه ومعار من النادي الاهلي غنام محمد بيراميدز عمار حمدي الاهلي ناصر ماهر سموحه ومعار من النادي الاهلي طبعا رمضان صبحي الاهلي عبد الرحمن مجدي ولاعيب مميز قوي عبد الرحمن مجدي ده من الاسماعيلي الهجوم طاهر محمد طاهر من المقاولين امام عاشور من الزمالك ومصطفى محمد من الزمالك وصلاح محسن طبعا لاعب النادي الاهلي واحمد ياسر ريان المعار من النادي الاهلي للجونه. القائمه تم استبعاد منها اربع لاعبين واحنا عارفين هو المفروض خمسه بشكل كامل اللي تم استبعادهم. اول واحد كان محمد محمود للاسف بعد الاصابه وكان هيبقى احد العناصر المهمه جدا بيغيب عن القائمه دي طبعا كريم نيدفيد لان ده لاعب مهم قوي قوي في وسط الملعب وللاسف عشان ما اكتملش شفائه لكن بيغيب عن القائمه بعد الاعلان امبارح. مصطفى شوبير لاعب الاهلي وحارس الاهلي ومحمد صادق واحمد ايمن من الاسماعيلي واحمد حمدي من الجونه ودي مفاجاه اعتقد وناصر ماهر من طلائع الجيش.
ده بالنسبه لقائمه المنتخب الوطني الاولمبي. عايز اقول لحضراتكم بقى وده جزء مهم جدا فيما يتعلق باسعار التذاكر الخاصه بمباريات منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه للشباب. اللجنه المنظمه حددت 20 جنيه ثمن لتذكره الدرجه الثالثه في جميع المباريات بخلاف اللقاء النهائي او المباراه النهائيه هتكون سعر التذكره 50 جنيه. الدرجه الثانيه 30 جنيه في جميع المباريات باستثناء النهائي هيكون 75 جنيه. الدرجة الأولى 75 جنيه في كل المباريات، مباريات مصر كمان بالتحديد، و 50 جنيه في المباريات الأخرى، ودي أسعار التذاكر. مهم قوي، مهم جدا جدا حضور الجمهور المصري بأعداد كبيرة، لأن طبعا الجمهور هو اللي هيكون رقم واحد في تأهل بإذن الله منتخب مصر لأولمبياد طوكيو، وده الهدف الأولاني. الهدف الثاني الفوز باللقب بإذن الله، خصوصا إن البطولة عندنا هنا في مصر ووسط جمهورنا طبعا الكبير. ده فيما يتعلق بالمنتخب الأولمبي. امبارح في لقطة مهمة قوي في ماتش برشلونة وبلد الوليد. المباراة طبعا كانت في الدوري الأسباني، خلصت بنتيجة 5-1 لبرشلونة، لكن اللقطة الأهم بالنسبة لي هي اللي حضراتكم شايفينها دي. دي كورة، طبعا احنا ما عندناش حقوق ان احنا نذيع اللقطة، لكن نصور الكورة مع ميسي، فميسي لقى دخل عليه اللاعب أوسكار، فميسي بس يا دوبك كده لمس الكورة برجله الشمال فدخلت كوبري. الصورة بقى اللي على اليمين، ده كان انا كنت بحكي الصورة اللي على الشمال تمام؟ الصورة اللي على اليمين ايه؟ منظر اللاعب لما دخل فيه الكوبري، لما الكورة مرت بين رجله وزميله كمان واقف في ظهره، هم خلاص يعني تحس ان هم جالهم مش عارفين يعملوا ايه. يعني اللاعب داخل في الكوبري خلاص حاله ياس، واضح ان عليه حاله ياس، يعني عايز الارض تتشق وتبلعه، والراجل الثاني عايز يروح يواسيه تقريبا. فلقطه مهمه جدا، وميسي دايما لعيب كبير قوي، واحنا محظوظين كجيل حالي ان احنا بنعاصر سواء ميسي او كريستيانو رونالدو في الحقيقه، لان اساطير من كره القدم. المباراه خلصت 5-1، جاب الاهداف لينجلت مدافع برشلونه، وجاب سواريز هدف مهم جدا وتاريخي لان هو احرز كده اهداف في كل الفرق اللي لعبها في الدوري الاسباني، بالاضافه لارتورو فيدال جاب هدف، وميسي جاب هدفين منهم هدف من ضربه او من ضربه حره كانها ضربه جزاء، دايما بيحطها بسهوله جدا وبشكل اكثر من رائع. بالمناسبه خلينا اقول لحضراتكم النتائج بتاعه مباريات الامس. فبما اننا اتكلمنا على الدوري الاسباني نقول نتائج الدوري الاسباني. ديبورتيفو الافيز مع اتلتيكو مدريد خلص 1-1، وبرشلونه مع بلد الوليد خلص 5-1 لبرشلونه. كمان في الكاراباو كاب، كاس الرابطه المحترفين الانجليزي، ايفرتون لعبت واتفورد خلص 2-0، مانشستر سيتي لعبت ساوثامبتون خلص 3-1، وبرايتون البيون لعب ليستر سيتي 3-1 ليستر سيتي، وكرولي تاون خسر من كولشستر 3-1، وايضا اوكسفورد يونايتد فاز على ساندرلاند 4-2 بضربات الجزاء الترجيحيه، ده الدور ال 16. النهارده في مباريات مهمه جدا ايضا في كاس الرقه الانجليزيه، ليفربول وارسنال ماتش ضرب نار طبعا، لكن بنسبه كبيره مش هيلعب ليفربول بالعناصر الاساسيه بتاعته، وتصريحات كلوب كانت واضحه جدا ان هو هيلاعب ناس جعانه كوره، هو قال كده، ناس عايزه تثبت نفسها في الملعب. فبنسبه كبيره طبعا كمان صلاح مش هيلعب عشان الاصابه هو خف منها، بس زياده في الحرص يعني وتهيئته للمباراه المقبله في الدوري الانجليزي امام استون فيلا يوم السبت باذن الله. فبالتالي ليفربول وارسنال ده ماتش قوي جدا الساعه 9:30، واستون فيلا وولفرهامبتون الساعه 10:15، وايضا تشيلسي ومانشستر يونايتد مباراه قويه جدا جدا بالليل هتبقى الساعه 10:05. التوقيتات ما بين المباريات غريبه يعني مش عارف بيحددوها ازاي، بس دي ناس منظمه احنا مالناش دعوه بيهم يعني. نروح للدوري الاسباني، في مباريات اخرى النهارده، ريال سوسيداد مع ليفانتي، وفالنسيا مع اشبيليه، واتلتيك بلباو مع اسبانيول، وريال بيتيس مع سيلتا فيجو، وريال مدريد مع ليجانس. اتمنى كل التوفيق لريال مدريد. دي كانت بعض المباريات اللي هتتلعب النهارده، وكمان المباريات اللي اتلعبت امبارح ونتائجها. عندنا بقى اخبار طبعا كالعاده تتعلق بالنادي الاهلي وكلام اتكتب في الصحف عن النادي الاهلي النهارده، بنروح نشوفها، يلا بينا. جريده الاخبار، الاهلي يستعد للنجم بالعربي، معلول وجيرالدو ينتظمان في التدريبات والسفر للامارات غدا. في الأخبار المسائي، الأهلي إلى الإمارات، فايلر يستقر على تفاصيل المعسكر ويطمئن على حالة المصابين. روزل يوسف، فايلر يطلب مهاجما إفريقيا، الأهلي يطير إلى الإمارات غدا ويخوض مباراة ودية. مجلة الأهلي، الأهلي في الإمارات اليوم، اجتماع تنسيقي بين فايلر وعبد الحفيظ لتحقيق أقصى فائدة من المعسكر المغلق. مجلة الأهلي، قصة حب عجيبة عمرها 71 دقيقة.
الأهرام، الخطيب يسمم مبادرة تركي آل الشيخ ويشيد بالعلاقات المصرية السعودية. الأهلي يرفض تعديل لوائح القيد بالدوري في الانتقالات الشتوية، مهم قوي. الأهرام المساء، صفقات الأهلي في قبضة بيضة، الإدارة ترضخ للسويسري وقائمة الراحلين بعد المعسكر، هنتكلم فيه. الأهرام الرياضي، الأهلي يذاكر النجم في الإمارات، بايلر يكلف محلل الأداء بمراقبة الفريق التونسي لتحديد ثغراته الفنية. الفريق يواجه بانياس وديا بالدوليين وغياب صبحي ومحسن وأليو ديار. الأهرام الرياضي، بايلر يطلب الناجيري إليكي. المساء، الأهلي في الإمارات على حسابه، النادي يتحمل تكاليف المعسكر الخارجي، وعبد الحفيظ وعدلي يسافران اليوم لاستقبال البعثة غدا، استمرار غياب وحيد ومشاركة أجاي وأزارو في المرات. الشروق، الأهلي يبدأ معسكره في الإمارات غدا، محمد محمود يجري جراحة الصليبي بنجاح ويعود يوليو المقبل، وزيادة العضوية العاملة الشاملة إلى 750 ألف جنيه. طيب نبتدي بروزا اليوسف النهارده. روزا اليوسف قالت ايه؟ قالت ان فايلر يطلب مهاجما افريقي، والاهلي يطير الى الامارات غدا ويخوض مباراه وديه. انا هتكلم في موضوع ان فايلر يطلب مهاجم افريقي، والكلام ده لسه يا جماعه والله ما حصلش، لكن عشان ابقى صريح معاكم بحب دايما ابقى صريح، يعني الاتجاه فين؟ اتجاه الاقرب فعلا ناحيه مهاجم، يعني ده اتجاه تفكير. استقرار بشكل نهائي ما حصلش لسه خالص، بشكل رسمي ما فيش الكلام ده، طلبات رسميه مستر فايلر ما حصلش. اعتقد حضراتكم كمان تابعتوا امبارح حلقه كانت مميزه جدا وجميله طبعا من خلال زميلي العزيز اسلام الشاطر مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره، واللي اكد على الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم واللي كنا بنقوله على مدار الحلقات السابقه، سواء فيما يتعلق بالتحديد بالراحلين او التعاقدات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي، واللي النادي الاهلي اثنين يضمهم ان شاء الله في الانتقالات الشتويه كاستبدال مع عنصرين اخرين يعني. فالامور دي لسه الاستقرار عليها بشكل نهائي مش دلوقتي، خلال الفتره اللي جايه بالتحديد، ممكن نسبه كبيره جدا بعد معسكر الامارات، وحسب الرؤيه الفنيه للجهاز الفني والمدير الفني طبعا، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي. ده تعليق على خبر روزا اليوسف. لسه عندي تعليق على اخبار كتيره جدا في الصحف هنتكلم فيها بتفاصيل اكتر، بس نروح للفاصل الاول، استنونا. مجله الاهلي قالت ايه؟ قالت ان الاهلي في الامارات اليوم، هم قصدهم على بكره يعني، هم عشان المجله بتنزل العدد بتاعها بيطلع كل خميس، فاليوم اللي هو يعني خميس يعني بكره، فبالتالي اجتماع تنسيقي بين فايلر وعبد الحفيظ لتحقيق اقصى فائده من المعسكر المغلق. وفي الحقيقه طبعا فوائد كثيره جدا باذن الله بيسعى النادي الاهلي تحقيقها من خلال هذا المعسكر، وباذن الله يكون موفق في تحقيق هذه الفوائد يعني باذن الله، علشان الفتره اللي جايه اللي بعد فتره التوقف دي هتبقى فيها مباراه تقيله قوي في الحقيقه، فان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وثقه كبيره جدا في الجهاز الفني وفي اللاعبين. نروح لمجله الاهلي برده، والحديث مستمر عن محمد محمود لانه في الحقيقه محبوب جدا يعني، ما شاء الله لا قوه الا بالله. مجله الاهلي كاتبه ايه؟ قصه حب عجيبه عمرها 71 دقيقه. ال 71 دقيقه اللي هم ايه يعني؟ الفتره او عدد الدقائق اللي لعبهم محمد محمود مع النادي الاهلي، بيتمثلوا في بعض الدقائق في مباراه بيراميدز في شهر يناير اللي فات، بعديها على طول دقائق اخرى كان ابتدى اعتقد مباراه سموحه اساسي وخرج بعد الاصابه، فمجموع الدقائق دي 71. ال 71 دقيقه دول عملوا ايه لجمهور النادي الاهلي؟ من خلالهم الجمهور حب حاجه اسمها محمد محمود، بل الموضوع كمان وصل لدرجه العشق، الكل متعاطف معاه بخلاف التعاطف يعني، هو كشخصيه تتحب في الحقيقه يعني، كل الجماهير الاهلاويه مرتبطه قوي بمحمد محمود، رغم ان هو ما جابش لسه انجازات للنادي الاهلي، ما لعبش حتى مباريات، هم ماتشين كده ودقايق قليله يعني 71 دقيقه يعني. فحاجه غريبه لكن في نفس الوقت هو يستاهل، لانه شخصيه جميله ومميزه وعنده اصرار قوي قوي ودافع قوي جدا على انه يرجع الملاعب ان شاء الله اكثر قوه بعد اجراء عمليه الرباط الصليبي الثانيه ليه بعد الاولى اللي رجع منها سليم تماما، وبعد كده للاسف الشديد حظه السيء وقدر المولى عز وجل يعني ان هو يتعرض لاصابه اخرى في الرجل الثانيه، فان شاء الله يعود سريعا باذن الله.
نروح تعالى لي بقى في الخبر ده يا بيبو، الاهرام. ماشي يا بيبو، الله يبارك لك، لان الخبر ده مهم قوي. الخطيب يسمن مبادره تركي آل الشيخ ويشيد بالعلاقات المصريه السعوديه. مش هتكلم الحته دي، خلاص اتكلمنا فيها امبارح، وكابتن محمود الخطيب وجه الشكر طبعا، وجزئيه مهمه جدا ومميزه في الحقيقه. لكن في الحقيقه انا عايز اتكلم في الجزء الثاني من الخبر ونركز فيه مع بعض شويه. بيقول لك ايه؟ الاهلي يرفض تعديل لوائح القيد بالدوري في الانتقالات الشتويه. الجزء ده مهم قوي، الكلام في الموضوع ده يعني بص من دلوقتي اهو. احنا عشنا ازمه من خلال اسبوع فات، ازمه كانت قويه جدا، واللي كانت متعلقه بماتشات الدوري، والدوري مش هيتلعب، وماتش الاهلي والزمالك تاجيله، وكواليس كتيره جدا طبعا حكينا فيها كتير قوي. لكن الازمه الجايه اللي ان شاء الله ما تحصلش، ولازم يكون في تنبيه للمسؤولين في اتحاد الكره، ان مهما كانت الضغوط، لان في ضغوط عليهم في الحقيقه، بخصوص ايه؟ بخصوص الاستبدال في شهر يناير. اللوائح بتاعت اتحاد الكره بتقول ايه مع بدايه الموسم؟ المفروض يعني ان انت يحق لك تطلع 5 اعاره من قائمه ال 30 الكامله. انت عندك 30 لاعب، تطلع منهم 5 اعاره، وخمسه ممكن تستبدلهم. ففي بعض الانديه استبدلت 3 زي النادي الاهلي مثلا، فبالتالي ناقص له مكانين في شهر يناير يقدر يستبدلهم. في بعض الانديه الاخرى استبدلت ايه؟ 4 فناقص لهم مكان. في انديه استبدلت الخمس لعيبه، الخمسه استبدلتهم. فبالتالي في شهر يناير مش هيعرفوا يجيبوا صفقات، من غير ما نقول امثله يعني. ففي كل الاحوال الضغوط بتمارس من خلال المسؤولين في بعض الانديه على اتحاد الكره ان هم يعدلوا في اللائحه. لو حصل تعديل في اللائحه هتبقى ازمه جديده جدا وكبيره قوي، ومش هنخلص منها بقى، هنخش في كلام كتير ومشاكل تانية احنا في غنى عنها. فهو رجاء من الاتحاد المصري لكره القدم، المسؤولين في الاتحاد، اللجنه الخماسيه، ارجوكم يا جماعه مش عايزين ازمه جديده، ارجوكم ايا كانت ايه الضغوط اللي تحصل عليكم ما توافقوش على الضغوط دي ايا كانت، علشان نحاول بقى يعني يا ريت بقى نحاول نعيش موسم من غير مشاكل. الازمه اللي فاتت خلصت وعديناها، عايزين بقى نكمل الموسم. وانت عندك تقريبا 16 مباراه مؤجله مع بدايه موسم جديد، كنا بنتمنى ان الامور تمشي فيه بشكل كويس، لكن يا ريت ما تجيبولناش مشاكل ثانيه، ويا ريت ما تعملوش تعديل للوائح، لان طبيعي جدا في اي حاجه، اي حته في الدنيا كلها بيبتدوا بلائحه وبيكملوا بيها الموسم. هتقول لي اصل السنه اللي فاتت حصل مش عارف ايه وتم تعديل ايه وكلام من ده، لا كان ظروف استثنائيه السنه اللي فاتت، كلنا عارفينها وكلكم عشتوها كانديه مختلفه وجماهير بمختلف انتماءاتها يعني. فالسنه دي لا، عايزين نمشيها صح بقى. فنداء للاتحاد المصري لكره القدم، يا ريت يا جماعه الضغوط لو عليكم كتيره جدا ما تلبوش الطلبات بتاعه الناس اللي بتضغط عليكم يعني، عشان عايزين نكمل دوري محترم، دوري يبقى شيك كده وحاجه كويسه، نتكلم في الكوره بس من غير اي مشاكل، يا ريت يعني ان شاء الله باذن الله. فدي كانت جزئيه مهمه لازم نتكلم فيها، وموضوع ده انا كنت عايز اتكلم فيه كمان يومين بالتحديد يعني في الحقيقه، لكن خلاص اتكلمنا فيه النهارده. طيب نروح لخبر اخر، خبر من الاهرام المسائي، واللي بيقول ايه؟ صفقات الاهلي في قبضه فايلر، الاداره ترضخ للسويسري وقائمة الراحلين بعد المعسكر. فالخبر ده فيه كلام مهم قوي. صفقات الاهلي في قبضة فايلر، مش عشان هو فايلر يعني الموضوع مش متعلق ان مدير فني اللي هو فايلر يعني فالصفقات في ايده وتحت امره وهو اللي يقرر وهو كلام من ده، مش كده، مش عشان هو فايلر. لكن في الحقيقة هو سيستم النادي الاهلي على مدار التاريخ. انت بتشوف كاداره للنادي الاهلي كمسؤولين، بتشوف المدير الفني عايز ايه. الراجل بيعمل تقرير بيقول يا جماعه انا عايز المكان الفلاني والمكان الفلاني، وفي لعيب مثلا ده انا مش عايزه مش هيفيدني، واللعيب الفلاني ده كمان مش هيفيدني مثلا. وانت بدورك كمسؤول في النادي، مسؤول عن الكوره في الجانب الاداري، بتلبي هذه الطلبات. بخلاف بقى هو فايلر غير فايلر، هو الاهلي ده السيستم بتاعه، عشان بس موضوع كمان بيقول لك ايه الاداره ترضخ للسويسري. لا الموضوع مش كده خالص، يعني هترضخ للسويسري ليه؟ هقول لك بقى ليه، هم كاتبين في الخبر كده يعني. بيقول لك ايه؟ تحول جديد ومثير، على اساس ان النادي الاهلي كان بيمشي باسلوب تاني، هو اللي بيجيب الصفقات ملوش دعوه بالمدير الفني. في بعض الاحيان بتحصل، عشان بقى منطقي معاكم، لما يكون ما عندكش مدير فني اصلا، فبيبقى عندك ناس مسؤوله عن الكوره، ناس فنيا فاهمه، رموز كبيره في الكوره بالنسبه لتاريخ النادي الاهلي، وهم بيختاروا. طبعا انت ما عندكش مدير فني موجود دلوقتي، في طريقك ان انت تجيب مدير فني، بس انت بتحاول تشوف الادوات اللي ممكن تساعد المدير الفني ده لحد ما يجي ويحدد هو طلباته، ده الطبيعي.
لكن بيقول لك تحول جديد ومثير. يعني النادي الاهلي لا مش ده اسلوبه اصلا عشان يرضخ لمستر فايلر في الاخر. بيقول لك كمان ايه، هو بيرضخ لمستر فايلر كاداره لان هم متخوفين ان الراجل يمشي تمام بسبب العروض اللي جات له مؤخرا سواء منتخب سويسرا او بعض العروض في بلجيكا، فعايزين يامنوا على الراجل وعايزين يرضوه. كلام مش ده اسلوب النادي الاهلي خالص. سيستم النادي الاهلي معروف يا جماعه للناس كلها، انا بستنى مدير فني دي تقرير وانفذ له التقرير ده بقدر المستطاع. النادي الاهلي قادر ان هو ينفذ اي طلبات ماديه خاصه بالتعاقدات، الموضوع ده مقفول ما انسوه خالص، بدليل الاهلي جاب صفقات ما شاء الله بمبالغ قد كده يعني في اوقات كانت صعبه جدا وعارفكم فاهمين يعني. فحته ان الاهلي يرضخ للسويسري دي مش بالطريقه دي خالص يا جماعه، ومالوش علاقه، مالهاش علاقه بان فايلر جاي له عروض وكلام من ده. فايلر مكمل مع النادي الاهلي والاهلي ماشي بسيستمه ومش هيتغير يعني. قائمه الراحلين بعد المعسكر، وده الاقرب فعلا يعني، ده الجزء الوحيد اللي انا بتفق فيه مع الخبر، ومع طبعا الاحترام الكامل والتقدير للصحفي ولجريده الاهرام المسائيه. نروح بقى للاهرام الرياضي. الاهلي يذاكر النجم في الامارات طبعا من خلال لقطات كتير جدا هيتم يعني مشاهدتها. فايلر يكلف محلل الاداء بمراقبه الفريق التونسي لتحديد ثغراته الفنيه. بالمناسبه النجم الساحلي عنده ماتش قوي جدا 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 مع الترجي التونسي يوم 3 نوفمبر في الدوري التونسي. الماتش ده اكيد هيبقى فيه متابعه من النادي الاهلي، الماتش ده بطريقه او باخرى اكيد هيبقى فيه متابعه عشان تعرف الثغرات عند فريق النجم الساحلي والايجابيات كمان اللي عندهم عشان تقدر تتعامل معاها. الفريق هيواجه بانياس قدام بالدوليين، لا ده مش حقيقي، الاقرب فريق العروبه، ده الاقرب يعني، ولسه ما تمش اعلان بشكل رسمي الاهلي هيلعب مين هناك في الامارات يعني. بالدوليين طبعا لان احنا عارفين ان القايمه كلها مسافره، وبعد كده الدوليين هينضم يوم 5 لمعسكر المنتخب الاول. واحنا عارفين ان ايضا عندنا غياب صبحي ومحسن واليو ديانج وبالاضافه لعمار حمدي، دول موجودين في المنتخبات الاولمبيه سواء المنتخب الاولمبي المصري او المالي. طيب نروح للاهرام الرياضي. فايلر يطلب النيجيري اليكي، وانا علقت على الخبر ده امبارح او اول تقريبا، وقلت لحضراتكم ان هو لاعب معروض على النادي الاهلي، ممكن يكون لاعب مميز يعني، مش عارف انا ما شفتش اللاعب في الحقيقه، وبرده اللي بيقيم في الاخر المدير الفني والناس المسؤوله عن كره في النادي. لكن في كل الاحوال لسه يا جماعه موضوع المهاجم واسم اللاعب هيكون ايه وكلام من ده، ده لسه مش دلوقتي خالص، قدامنا شويه، قدامنا شويه حلوين كمان يعني، لان احنا حتى مش فتره انتقالات مفتوحه دلوقتي، فرصة الانتقالات هتكون في شهر يناير طبعا حضراتكم عارفين يعني كده. نروح للمسا. الاهلي في الامارات على حسابه والنادي يتحمل تكاليف المعسكر الخارجي، ده امر ما يهمناش يعني، مش ده ما يهمناش يعني، سواء على حساب النادي الاهلي او شركه هي اللي هتستضيف النادي الاهلي في المعسكر، ده امر ما يهمناش. النادي الاهلي ما بيفكرش في الجوانب الماديه دي يعني، لكن الاهلي بيفكر في ايه، في اهدافه اللي تتحقق من المعسكر ده، اهداف فنيه وبدنيه وامور كتيره جدا بيسعى من خلالها النادي الاهلي ان هو يحققها يعني. عبد الحفيظ وعدلي يسافرين، وده اتكلمنا فيه ان هم النهارده هيسافروا خلاص. وحيد موجود في التدريبات ومشاركه اجاي وازارو في المران بعد عودتهم من الاجازه الاضافيه. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع كالعاده نروح نشوفها. يلا الموقع الرسمي للاهلي، الاهلي او عفوا نبتدي ببوابه الشروق. الفيفا يهنئ الخطيب بعيد مولده. الموقع الرسمي للاهلي، الاهلي يختتم مرانه في القاهره اليوم قبل السفر للامارات. بوابه الاهرام، متولي يشارك في تدريبات الاهلي. الفجر الرياضي، الاهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الامارات. صدى البلد، نجوم الكرة المصرية يساندون محمد محمود بعد الصليبي. الجمهورية أونلاين، الأهلي يرصد 25 مليون جنيه للتعاقد مع المهاجم الجديد. سوبر كورة، عرض لاتيني لجيرالدو يمهد لرحيله عن الأهلي. اليوم السابع، فايلر يسافر إلى سويسرا 7 نوفمبر لقضاء أجازة لمدة 3 أيام. مبتدا، حسام عاشور يحلم بالاكثر تتويجا، كم لاعبا ينافسون كابتن الاهلي. موقع الكابتن، الكشف عن سر تواجد سمير عثمان في الاهلي قبل السفر للامارات.
ضابط الاهرام بتقول ان متولي يشارك في تدريبات الاهلي، وعرفنا ان هو خلاص شارك بدايه من امبارح في التدريبات بشكل طبيعي، بس ناقص ايه الاجزاء الاخيره في التدريبات اللي بتتعلق او بتتمثل او بتتمثل في الماتشات يعني، او التقسيمه اللي بتحصل في اخر المران يعني. لكن حالته كويسه ومفيش استعجال خالص على متولي بقى. ممكن تكون مستعجل رغم ان ده مش اسلوب النادي الاهلي خلال فتره فاتت، ما بيستعجلش على اللعيب، لكن دايما طالما مفيش ماتشات فهتستنى براحتك خالص لغايه لما متولي يتم شفائه. لكن خلاص يعني نهائي متولي جاهز لاول مباراه للنادي الاهلي، ده خبر جديد اهو. متولي جاهز لاول مباراه للنادي الاهلي رسميه باذن الله، هتكون يوم 25 وادي دجله المفروض، هنشوف يعني. طيب نروح للفجر الرياضي، والاهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الامارات، ويعني دي حقيقه خبر مهم قوي بالمناسبه، لان ده دعم نفسي ومعنوي مهم قوي قوي لمؤمن زكريا، رغم ان انت مش هتحتاجه الفتره الجايه خالص، لكن انت تاخده معاك يكمل برنامجه العلاجي والتاهيلي الخاص بيه، عشان ان شاء الله لو في فرصه باذن الله باذن الله يتم قيده في يناير على حسب حالته، ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع سريعا باذن الله. لكن خبر وكان توجيه اعتقد كمان من الكابتن محمود الخطيب اعتقد يعني ان اللاعب يكون موجود مع البعثه، ده شيء مميز ومعنوي مهم جدا. طيب صدى البلد نجوم الكوره المصريه يساندون محمد محمود بعد الصليبي، عدد كبير جدا من نجوم الكوره في مصر، حسام غالي، حازم امام، وليد سليمان، رمضان صبحي، سعد سمير، واحمد فتحي، ساندوا محمد محمود من خلال فيديو مهم. طب تعالوا نروح نشوف الفيديو. يلا هات يا دبدوبي يا حبيبي. دبدوب محمد حبيبي، ماي بوي محمود، محمد محمود، محمد محمود، يا محمد الف سلام عليك، وان شاء الله ترجع احسن من الاول، انا عندي ثقه فيك كبيره، ومستني اتفرج عليك ان شاء الله لما ترجع بالسلامه. الف سلام عليك يا بطل. الف سلام عليك يا محمد، ان شاء الله تكون بالسلامه، ان شاء الله ترجع بالسلامه، لسه صغير ولسه قدامك عمر طويل واللعب كتير، ان شاء الله ترجع احسن من الاول يا بطل. عايزك قوي وربنا يشفيك ويعافيك وان شاء الله ترجع احسن من اول. ان شاء الله هترجع احسن واقوى، دايما عندك عزيمه وكلنا مستنيينك، قوتك هنا في النادي وجمهور النادي الاهلي كله في انتظارك. يا حبيبي الف سلامه وترجع لنا كده بالسلامه، وكلنا مستنيينك ترجع احسن من الاول واقوى من الاول. الف سلامه عليك وان شاء الله تقوم بالسلامه ان شاء الله وترجع اقوى من الاول، وان شاء الله في انتظارك تنور الملعب تاني وتمتعنا ان شاء الله باذن الله في الملعب. I want to wish you very fast recover, and I want to tell you that the pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. All the best and get back soon. وانت مؤمن ومؤمن ان شاء الله تبقى صابر على الابتلاء بتاع ربنا، وكلنا واثقين ان انت ترجع احسن من الاول، كلنا واثقين ان انت من الناس اللي هتعمل اسم وتاريخ كبير في النادي الاهلي، انت شخصيتك شخصيه النادي الاهلي والناس كلها بتحبك ومكانتك موجوده عند الناس كلها. ان شاء الله ربنا يشفيك يا حبيبي، وان شاء الله ترجع احسن من الاول، واحنا كلنا واثقين في ده يعني. سلامات يا بطل، ترجع اقوى واحسن، واخواتك هنا كلهم مستنيينك. الف سلام عليك وان شاء الله ترجع احسن من الاول، ربنا يشفيك ويعافيك. انت قدها ان شاء الله وترجع احسن من الاول حبيبي باذن الله، مستنيينك ترجع اقوى ان شاء الله. ان شاء الله ترجع احسن واقوى من الاول، عشان انت لعيب كويس ولعيب كبير، انا بحبك جدا جدا انت عارف. الف سلام عليك، ربنا يرجعك بالسلامه كده ان شاء الله، وتبقى معانا في النادي قريب باذن الله، ومعانا في البطولات اللي جايه ان شاء الله، ربنا يرجعك لنا بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي ترجع بالسلامه ان شاء الله، وترجع احسن من الاول، وكلنا معاك وباذن الله حبيبي تقدها. انت راجل وانت قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك وترجع احسن من الاول بكتير. الف سلام عليك يا حبيبي، ربنا يا رب يكرمك ترجع بالسلامه، وانت في اختبار صعب وانت قده، وان شاء الله احنا كلنا في انتظارك. الف سلامه ميدو عليك، وان شاء الله ترجع احسن من الاول وكسر الدنيا حبيبي. كلنا معاك وفي ظهرك ومنتظرينك ان شاء الله ترجع اقوى واحسن من الاول بكتير ان شاء الله. الف سلامه عليك يا ميدو، وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه وترجع تمتعنا تاني حريف. الف سلامه محمد محمود، وان شاء الله ترجع احسن من الاول حبيبي. شد حيلك وخلي عندك امل وتفاؤل ان انت ترجع احسن واقوى من الاول. احنا كلنا مستنيينك وكلنا وراك وكلنا في ظهرك، وانت قد ايه يا صاحبي، وربنا يكرمك يا حبيبي وترجع احسن من الاول حبيبي اخوي. ربنا يشفيك يا حبيبي ان شاء الله، وترجع اقوى واحسن من الاول، ورب ترجع بألف سلامه لينا، ورب يجعلها اخر الصفات كده يا رب. يا ميدو ألف مليون سلام عليك يا حبيبي، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول وتكسر الدنيا وترجع أحسن لعيب في مصر إن شاء الله. محمد ألف سلام عليك يا عم البلد،
ربنا يرجعك بالسلامة لينا إن شاء الله. ألف سلامة عليك يا ميدو، وترجع لنا بالسلامة بإذن الله، ومستنينك تمتعنا تاني يا حريف. ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله فترة هتعدي وترجع زي الأول وأحسن، إن شاء الله ترجع تكسر الدنيا. ألف سلامة عليك يا عالمي، أنت قدها وإن شاء الله هترجع أحسن من الأول وهتكسر الدنيا. كده نشوفك في أسرع وقت، وخلي بالك خف الشاورما في ألمانيا شوية. شيك قوي أكرم توفيق بالمناسبة، وصلاح محسن كان صاحب النوم تقريبا، لكن في العموم يعني دعم معنوي مهم قوي قوي من نجوم كتير جدا للكره المصريه، سواء لعيبه النادي الاهلي، لعيبه المنتخب الاولمبي، والاهم كمان اللعيبه الكبار يعني امثال كابتنه طبعا حسام غالي، وايضا المحترم والمميز جدا جدا كابتن حازم امام نجم نجوم نادي الزمالك حازم امام الكبير طبعا، وايضا تكيس جونياس المدير الفني لوادي دجله، هذا المدير الفني المميز جدا واللي ادى ايضا رساله دعم لمحمد محمود، وشيء مهم ومميز شفناه. طيب نروح للجمهوريه اونلاين. الاهلي يرصد 25 مليون جنيه للتعاقد مع المهاجم الجديد. الاهلي مش حاطط مبلغ معين يا جماعه للتعاقد، هنشوف او النادي هيشوف المهاجم اللي شايفه مستر فايلر مناسب بالتنسيق مع لجنه تخطيط للكره، وما بيفكرش في ماديات، ما بيفكرش انا هدفع كام ومش هدفع كام، بيفكر بس انا هجيب مين يفيدني. المبلغ ما حدش بيفكر فيه في النادي الاهلي، ما حدش حاطط ليميت معين، يعني مفيش حدود لمبلغ معين بالنسبه للتعاقد، سواء بقى مع مهاجم او غير مهاجم، صفقتين يعني ممكن يجوا في الشتاء، مفيش اي حدود للجانب المادي يعني بالتحديد، ده شيء مهم. ده فيما يتعلق بالجمهوريه اونلاين. نروح لسوبر كوره، تقول لك عرض لاتيني لجيرالدو يمهد رحيله على النادي الاهلي، مفيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي. نخش على الخبر اللي بعده. اليوم السابع فايلر يسافر الى سويسرا 7 نوفمبر لقضاء اجازه لمده 3 ايام، وده هيكون فعلا بعد انتهاء المعسكر، عشان هو الراجل من ساعه ما جه فعلا ما سافرش خالص، من ساعه ما وصل النادي الاهلي بقاله شهرين تقريبا دلوقتي، فما راحش شاف اسرته خالص، وده طبيعي طبعا كده كان فيش ماتشات فحقه يعني، لكن برضو حاجه مميزه جدا ان هو يستمر لحد دلوقتي حتى في ظل فتره التوقف مع الفريق. فهو هيسافر يعني يوم 7 نوفمبر 3 ايام راحه، اللي هم الثلاث ايام اللي هيكونوا للفريق بعد العوده من الامارات، يعني الفريق كله هيبقى راحه 3 ايام، بعد كده يستني في المرحله الثانيه للاستعداد للتحديات المقبله. موقع مبتدا حسام عاشور يحلم بالاكثر تتويجا، واللاعبين بقى اللي بينافسوا حسام عاشور مين؟ هو حسام عاشور عنده 36 بطوله تمام، هو عايز يوصل ل 41 بطوله عشان يبقى ايه اكتر لعيب، او 39 بطوله يعني نفسه كام بطوله كده، ويبقى ايه اكتر لعيب في العالم خد بطولات. فاللي بينافس حسام عاشور داني الفيس طبعا 37 بطوله، ماكسويل اللاعب الكبير الظهير الايسر البرازيلي 36 بطوله، راين جيجز طبعا اسطوره يونايتد 34 بطوله، وميسي اللي اعتقد هو اللي هيعدي يعني لسه اصغر شويه، او ميسي تقريبا قد عاشور بالظبط 33 سنه 34 بطوله. فدي منافسه قويه طبعا بين حسام عاشور وهؤلاء النجوم الكبار. نتمنى حسام عاشور باذن الله يوصل لهدفه ان شاء الله يحققه مع النادي الاهلي، نجم كبير طبعا حسام عاشور. اخر خبر معانا من موقع الكابتن، والكشف عن سر تواجد سمير عثمان في الاهلي قبل السفر الامارات. يعني الموضوع مش يعني الناس ممكن تتخض لما تشوف القصه دي، لكن الحقيقه في الامر ايه، ان كان في النهارده زياره من مستشفى 57 357 طبعا مستشفى سرطان الاطفال، وكانوا بيعملوا زي اعلان كده في النادي الاهلي، ومباراه كانت استعراضيه ما بين الاطفال بتاع المستشفى وبعض نجوم النادي الاهلي اللي شاركوا في المباراه دي، كل من قفشه ومحمد هاني والشناوي وحسام عاشور وحمدي فتحي وحسين الشحات، وكان الحكم مين؟ كابتن سمير عثمان بس، يعني الموضوع ابسط من كده بكتير. ده فيما يتعلق بهذا الخبر. عندنا اخبار اخرى محليه وعالميه نشوفها، يلا. اليوم السابع حسام البدري جزر القمر منتخب غلس جدا، وعندي ثلاث طرق لله. الجمهوريه اونلاين تفاصيل مكالمه مدرب الفراعنه محمد صلاح. في الوطن سبورت اتحاد الكره لا ازمات مع محمد صلاح وسننفذ كل طلباته. بوفد الوفد رئيس اتحاد الكرة الكيني لن نسافر إلى مصر لملاقات الفراعنة. بوفد الأهرام استمرار اللاعبين المستبعدين في معسكر المنتخب الأولمبي، تعرف على السبب ماشي. بوفد أخبار اليوم أحمد صلاح حسني يعلن دعمه للمنتخب الأولمبي من الاستاد. بوفد بيتو منتخب الشباب يحدد 20 نوفمبر لمعسكر المقبل. سوبر كوره مطالب ببطلان مسابقه كاس مصر والدوري القسم الثالث، ربنا يستر.
بطولات رسميا، محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على الافضل في جوائز جلوب سوكر 2019. جوله الشروق اليوم في دور ال16 بكاس رابطه المحترفين، ليفربول يواجه ارسنال في مباراه خارج التوقعات. طبعا موقع كوره ميلان يفتح الباب امام رحيل هدف ريال مدريد. في الجول بايرن وميلان وبرشلونه مهتمون بضم مهاجم ليل. سبورت 360 ماركيزيو وزوجته يتعرضان لسطو مسلح. سريعا نبتدي باليوم السابع، حسام البدري تصريح للكابتن حسام البدري مدير فني الفراعنه وبيقول ايه؟ جزر القمر منتخب غلس جدا وعندي ثلاث طرق لعب. وهو كابتن حسام البدري بيقول يعني ان هو اتفرج على منتخب جزر القمر وشاف بعض اللقطات ليه، فاللقطات دي وضحت له قد ايه المنتخب ده منظم ومنتخب جيد، فهتبقى مباراه صعبه بالنسبه للفراعنه، مش صعبه على الفراعنه يعني، بس هتبقى مباراه رخمه او غلسه زي ما الكابتن حسام البدري كده بيقول. قال كمان ان احنا الفتره الجايه دي احنا مركزين مع المجموعه اللي معانا، وبعد ما الفتره دي تعدي هيتضاف لينا يعني بعد مرتين كينيا وجزر القمر هيتم اضافه عناصر المنتخب الاولمبي اللي متابعهم جدا كابتن حسام بدري. بالنسبه لطرق اللعب قال لك ايه؟ قال لك انا عندي ثلاث طرق لعب ممكن العب بيهم، 4 3 3 و 4 2 3 1 و 4 4 2 على حسب كل مباراه وعلى حسب الاستراتيجيه هتكون ايه. نتمنى يا رب كل التوفيق للكابتن حسام بدري المدير الفني للمنتخب الاول. الجمهوريه اونلاين بتقول ايه؟ ان تفاصيل مكالمه مدرب الفراعنه لمحمد صلاح، محمد صلاح احنا عارفين ان هو لسه راجع من اصابه كانت متجدده ليه بعد اصابته في مباراه ليستر سيتي، جات له ثاني في مباراه توتنهام بعد ما جاب الهدف. فبالتالي كابتن حسام بدري اطمن على اللاعب، واللاعب اكد له ان هو جاهز للمعسكر الجاي ان شاء الله، وعنده مباراه طبعا هو يوم السبت مع استون فيلا، ربنا يسهل ويخرج سليم. ولسه عنده مباراه مانشستر سيتي طبعا قبل التوقف، فان شاء الله يرجع من الماتشين دول سليم او يجي لنا سليم ويكون مشارك مع منتخب مصر في التصفيات. الوطن سبورت بتقول اتحاد الكره تصريحات يعني المصدر في اتحاد الكره، لا ازمات مع محمد صلاح وسننفذ كل طلباته، نفذ كل طلباته المنطقيه اللي تكون في صالح المنتخب. محمد صلاح مش اكبر من المنتخب يا جماعه، المنتخب هو الاكبر، هو النجم، منتخب مصر، منتخب مصر، لكن ايضا عندنا نجم كبير جدا في المنتخب ده، لازم ان احنا نتعامل معاه بشكل مميز وخاص جدا. طلباته وهو في الاخر طلبات محمد صلاح كلها على مدار السنوات اللي فاتت كانت لصالح لاعبي المنتخب الكره المصريه يعني، فالتعامل اكيد هيكون بشكل مختلف خلال الفتره الجايه ومميز، عشان مش عايزين مشاكل ايضا في اي حاجه، في اي حاجه، خصوصا لما يكون عندنا نجم كبير زي ده يعني زي محمد صلاح. البوابة الوفد رئيس اتحاد الكرة الكيني مش هنسافر لمصر عشان نلعب الفراعنة، وده هم عندهم أزمة مالية جدا كبيرة يعني وتراكم ديون، والفيفا هددت بتجميد النشاط بسبب أزمة تراكم الديون على الاتحاد الكيني. ورئيس الاتحاد الكيني هو موندوا قال إن احنا صعب جدا إن احنا نمشي نروح من مصر، وعندنا لغاية يوم 5 أو 6 نوفمبر لو الأزمة ما اتحلتش مش هنيجي، هنشوف القصة هتستقر عليه في النهاية. بوابة الأهرام استمرار لاعبين المستبعدين في معسكر المنتخب الاولمبي، ده بسبب ان انت تحسب الاصابات، عندنا 4 أو 5 لاعبين مستبعدين هيكونوا موجودين ومستمرين خلال الفتره الجايه لغايه قبل انطلاق البطوله ب 24 ساعه طبقا للوائح الاتحاد الافريقي، ان انت هيحق لك تغير اي لعيب بس لو اتصاب، لو اتصاب، لو اصابه بتقرير طبي تقدمها للاتحاد يغير لك اللعيب على طول لغايه قبل البطوله ب 24 ساعه يعني. نروح بسرعه لاخبار اليوم، وده اخر خبر هعلق عليه عشان استقبل ضيفي العزيز النهارده. احمد صلاح حسني يعلن دعمه للمنتخب الاولمبي من الاستاد. احمد صلاح حسني طبعا نجم كبير جدا في كره القدم، ودلوقتي ممثل مميز قوي في الحقيقه في مهنه التمثيل يعني، فنان مميز. فبالتالي هو كتب رساله دعم على تويتر على حسابه الشخصي، قال باذن الله ساكون داعم لمنتخب مصر الاولمبي من الاستاد، حلمنا الوصول لطوكيو 2020، وان شاء الله بعد ربنا والجماهير الداعمه لهؤلاء الشباب سنصل لطوكيو وسنحصل على البطوله ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان المنتخب الاولمبي يكون موفق. عايز اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هينورني ويشرفني الاستاذ وليد زنهم رئيس القسم الرياضي بجريده روزل يوسف، وهنستفيد في الحديث بعض الامور، استنونا بعد الفاصل. الاستاذ وليد زنهم رئيس القسم الرياضي بجريده روزل يوسف بينورنا ويشرفنا النهارده. استاذ وليد اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله. موضوع ممل قوي من غير ماتشات في الدوري المصري. ها ما هو طبيعي، بس برضو
لو انت عايز تتكلم وتشوف القصه. اه هو ممل. طيب هي القصه كلها بدات بتاجيل مباراه القمه. التاجيل في حد ذاته ده وارد وطبيعي وامر مقبول جدا ومش اول مره. وهديك مثال كده وقبل ما نرجع للقصه هديك مثال بسيط. الليجا الاسبانيه كان السبت اللي فات فيه الريال وبرشلونه، هو فين؟ ما هتاجل برده ليه؟ لدواعي امنيه. بس خلي بالك الموضوع هنا مختلف، ده هناك الدواعي الامنيه اكبر واخطر بكتير يعني. تمام فطبيعي. تمام بس في النهايه احنا بنتكلم على المبدا، المبدا التاجيل نفسه ما فيش فيه مشكله، وممكن يبقى ماتش كبير وماتش مستنيه العالم كله. هو ماتش طريقه التعامل كمان في الموضوع، ماتش الريال وبرشلونه. لا طب على فكره طريقه التعامل مختلفه في امور معينه. لكن في النهايه طب ما الريال ابدى استياءه وبرشلونه ابدى استياءه، لان في النهايه كانوا الاثنين شايفين هم افضل يلعبوا دلوقتي. ورابطه الليجا نفسها كمان اللي هي الرابطه المحترفه بتاعت انديه الليجا. بس في النهايه الدواعي الامنيه قررت تاجيل المباراه. طبعاً. طيب ده ما فيش فيه مشكله. حلو. المشكله في ايه؟ المشكله إيه؟ ان انا شايفها في ايه؟ اولا انت عندك الاهلي فعلا كان في الفتره دي من الناحيه الفنيه، لو هنتكلم من الناحيه الفنيه الاهلي كان فايق جدا. الاهلي مع ريني فايلر محقق نتائج العلامه الكامله في جميع المباريات. الراجل لعب 6 مباريات مع الاهلي في 3 بطولات مختلفه، من انتصار لانتصار، 2 في بطوله افريقيا، مباراه السوبر ودي بطوله في حد ذاتها، وكانت مع الزمالك مباراه قمه، و3 مباريات دوري. المباراه الوحيده اللي فايلر كسب فيها 1-0 كانت مباراه سموحه. ما دون ذلك كل المباريات بيسجل 2 و3. هو في القمه في مباراه السوبر كسب 3-2 فرق هدف برضه، بس سجل 3. الراجل بمعدله التهديفي عالي جدا، الراجل مسجل 17 هدف في 6 مباريات. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو مدرب هجومي، راجل امكاناته عاليه جدا، اختيار كان موفق جدا. وحابب برضه اقول ناس كتير قوي للاسف 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 اول ما تم الاعلان عن التعاقد مع ريني فايلر ناس كتير قعدت تقطع لمجرد السي في بتاع الراجل. الراجل ده ما دربش نادي كبير قبل كده، يعني هو ايه الدوري البلجيكي؟ هو ايه الدوري السويسري؟ طب لا القصه ايه؟ القصه في حاجه اسمها مش السي في بس. انا لما بجيب مدرب دلوقتي اي مكان في العالم بيروح يجيب مدرب بيجيبه على حاجتين، السي في ده حاجه واحده منهم. الحاجه الثانيه هي ايه؟ تقييم فني للراجل. الراجل قبل كده اللي كان يتفرج على مباريات مع فرق كبيره قبل كده، الراجل بيلعب كره هجوميه، فهو ده اللي الاهلي محتاجه. خاصة ان انت كان عندك مدرب قبل كده ما بيلعبش كرة هجومية، فانت محتاج مدرب بيلعب كرة هجومية. وانت الاهلي مين في مصر بينزل يلعب مباراة مفتوحة مع الاهلي؟ مفيش. مين في افريقيا بينزل يلعب مباراة مفتوحة مع الاهلي؟ مفيش. يبقى بالتالي انت عايز مدرب بيهاجم باستمرار، وانت اصلا اي فرقة بتنزل قدامك اول 10 دقايق ربع ساعة بتبقى خايفة منك ايا كان مين. بتدافع قدامك بحكم اسم الاهلي، بحكم لعيبته، بحكم امكانياته. اي فرقة افريقيا جوه الدوري بتنزل تدافع قصادك. طب انت لازم يبقى معاك مدرب بيستغل الادفانتج ده، بيروح بيضغط خلاص، بيخلي الفرقه تبقى كده 90 دقيقه بقى، مش هيخلي الفرقه كده اول ربع ساعه بس. لان الفرقه اللي قدامك لو خدت ثقه عليك هتلعب زي مع مستر لاسارتي. كانت الفرقه اللي قدامك ايه؟ بتبدا الماتش لاسارتي بيبقى بادئ مأمن، هو على فكره نفس الطريقه 4-2-3-1 4-2-3-1 نفس اللعيبه. اللي اختلف ايه؟ اللي اختلف عقليه مدرب ما بين فايلر وما بين لاسارتي. فايلر مش من المدرسه الحديثه في الكوره، لاسارتي مش من المدرسه الحديثه، مش من المدرسه المودرن في الكوره عكس فايلر. فار المدرسه الحديثه اللي روادها مين دلوقتي؟ روادها يورجن كلوب وجوارديولا، هم دول الرواد في المدرسه دي. فايلر بيتبع المدرسه دي. هو طبعا احنا مش بنقارن بين ده وده عشان ما حدش يطلع يقول لك ده كلوب وجوارديولا دول في وادي، فايلر واي مدرب تاني في وادي تاني. بس احنا بنقول بيطبق نفس المدرسه، بيحاول يطبق نفس الفكر الحديث في الكوره. فهو ده فايلر. فايلر الناس كانت بتقطع فيه من غير ما تشوفه لعب ازاي، من غير ما تشوفه حقق ايه. طب هو دلوقتي الاهلي محقق ارقام ومحقق نتائج ومحقق اداء، محقق لك المعادله الصعبه، بكسب وباداء عالي جدا وبنتائج كبيره جدا. طيب انت فايلر معدلك التهديفي مع الاهلي 2.9 في الماتش. المعدل ده ما يتفوقش عليك على مستوى العالم غير جوارديولا، هو اللي معدله 3.2 في الماتش. حتى يورجن كلوب نفسه معدله 2.3. ده يعني بقول معدل تهديفي الفايلر بالارقام في 6 ماتشات بس 2.9. 2.9 ده معدل كبير جدا. طبعا. وهو ده المعدل الطبيعي لفرقه بحجم وامكانياته اسم الاهلي. طيب. ده المعدل المفروض يبقى موجود. فهو ده فايلر. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كده شويه متحمس جدا واهلاوي قوي واضح عليك يعني. فاحنا عايزين ناخدها جزئيه جزئيه. احنا ابتدينا الموضوع بان الدوري موقوف او توقف بسبب المشاكل اللي حصلت وكلام من ده، فانت شايف ان الاهلي متضرر. ده فيما يتعلق فنيا الاهلي متضرر والدوري بشكل عام برضه. الدوري هيفقد متعه الدوري. لكن عايز اتكلم بالتحديد بقى، انت اتكلمت خاص على مستر فايلر وخدت السؤال الثاني بتاعي. انا عايز اروح بقى لسؤال اخر، اهميه المعسكر الخاص بالنادي الاهلي في الامارات. شايف التوقيت بتاعه في ظل عدم تواجد اي مباريات رسميه بالنسبه للفريق، ايه الاستفاده اللي ممكن يحققها النادي الاهلي المعسكر ده من وجهه نظرك؟ هو فايلر بيبص للمعسكر ده لانه فتره اعداد ثانيه. هو اوريدي عنده الراجل فتره توقف بين قوسين طويله شويه نسبيا مقارنه بوسط موسم مش مقارنه قبل موسم. فالراجل لازم يستفيد من الظروف. طب الظروف دي خلاص انا واقف مش هلعب ماتشات الفتره دي، المنتخب الاول عنده ارتباطات دوليه والمنتخب الاول عنده ارتباطات دوليه واجلت دوري. فخلاص مفيش مشكله. الراجل بيبص ان انا خلاص احقق استفاده ثانيه. خاصه ان انا عايز اقول ان فايلر فنيا
لسه برضو اللعيبه لسه ما فيش الاستيعاب الكامل، ما فيش الاستيعاب الكامل لفلسفته ولفكره لسبب بسيط، يعني لسه برضو احنا ادينا الراجل حقه، لا في جزئيه سلبيه صغيره. الاهلي لمده 60 او 70 دقيقه بيبقى فريق، واخر 20 دقيقه بيبقى فريق تاني. بمعنى ان الطريقه اللي بيلعب بها فايلر دي طريقه عايزه لياقه بدنيه عاليه، وعايزه اللعيبه ما فيش سرحان، ما فيش لسبب بسيط، انت راجل بتلعب هاي لاين وضغط المنافس، يعني معنى كده ان الهجمه المرتده عليك بتبقى سلاح نار. ممكن حد يرد عليك يقول لك ان الاهلي في بعض الماتشات من الستة دول جاب اهداف في الدقائق الاخيره. حصل. بس كان مين المنافس؟ لما الانتاج الحربي، الله ينور عليك، اسوان. طيب لما كان المنافس بتاعك الزمالك اللي هو المفروض اقوى فريق في مصر، بس خلي بالك حصل ايه؟ ما تنساش كان ليه ظروفه، كان ليه ظروفه، بس ارتكاز مدافعين بس في النهايه طبعا. في النهايه ده ما يخليش المباراه تتقلب 180 درجه، ما تبقاش انت لحد الدقيقه 65 انت فريق، ومديها 65 لنهايه المباراه انت فريق تاني، فريق تاني ده ليه عوامله، ده سبب، ده سبب ظروف الماتش، ده سبب. بدليل الماتشات اللي بعديها الاهلي كان بيستمر بنفس النهج اللي كان عليه في 65 دقيقه اللي كان في ماتش الزمالك. ما هو ده كلام، انا ده بياكد اللي انا بقوله، ان الاهلي باستمرار بيبدا على اي منافس ضاغط، هو الافضل، هو الاخطر في كل حاجه لحد الدقيقه 70، من الدقيقه 70 الكيرف بينزل على حسب بقى المنافس اللي قدامك، لو المنافس اللي قدامك فريق قوي زي الزمالك او فريق مثلا زي النجم اللي انت رايح تلعبه او فريق قوي في دوري ابطال افريقيا هتفرق معاك. وعلى فكره لو ترجع فلاش باك سنتين او ثلاثه كده يورجن كلوب اول ما جه ليفربول كانت هي نفس المشكله، لان هو بيلعب بنفس المدرسه، نفس المشكله يورجن كلوب كان يتقدم 3-0 وفي اخر ربع ساعه الفرقه اللي قدامه تعادل معاه. طب ما ده كان لان هي دي نفس المدرسه، هي نفس المدرسه. المعسكر ده الراجل ده لازم الطريقه بتاعت مستر فايلر دي ينجح وهتكسر الدنيا مع الاهلي، والاهلي ده مش هياخد الدوري، ده هياخد دوري وافريقيا واي حاجه في طريقه باذن الله يا رب. بس اللياقه البدنيه، لان اللياقه البدنيه عندك لو وقعت، طب انت الدقيقه لحد الدقيقه 70 وما تقدمتش، الفريق اللي قدامك تكسب؟ ما هو الطريقه بتاعت فايلر عايزه لياقه بدنيه سوبر، مش عاليه، سوبر، بدليل ان ما بيلعبش بيها الا مدربين معينين على مستوى العالم، ان هم عارفين خطورتها. ما هو برضو في مدربين اجانب كتير في مصر، ما هو اللي درسوا فايلر او اللي عارفوا فايلر ما هو عارفه سين وصاد وعين. بس ليه بيخاف يلعب؟ لان ممكن تكون القماشه اللي معاه حكماه، هو عارف ان معدلات اللياقه اللي مع فرقته مش عاليه قوي، فما يلعبش، هاي لاين وما يلعبش سنتر جيم واستحواذ وضغط على المنافس طول الملعب، وهو عارف ان فرقته هتيجي الدقيقه 60 تقع. كويس. فدي سلبيه، السلبيه دي ما بتبانش الا مع الفرق الكبيره بس، الفرق اللي هي المتوسطه اللي هي الاهلي فارق شاسع عليها من ناحيه الامكانيات، من ناحيه اللعيبه، من ناحيه الفنيات، من ناحيه الخبرات، لا الاهلي هيكسب ومستريح خالص ومش هيعاني، لكن الاهلي ممكن يعاني، ربما يعاني مع الفرق الكبيره. الفايلر ما قابلش فرقه تقيله من العيار التقيله للزمالك، هو ده اللي واضح فيه المباراه. كان في ظروف ثانيه وانا معاك فعلا، والظروف دي مؤثره، ومؤثره جدا، لكن برضو لازم نبص من الناحيه الفنيه، زي ما بندي الراجل حقه وبنقول عليه ان هو مدرب من المدرسه المودرن، لا بنقول خلي بالك عيوب المدرسه دي كذا، احنا بنقول مش بنقول مميزات فايلر وعيوب فايلر، احنا بنقول مميزات اسلوب فايلر وعيوبه. مش بنقيم فايلر، انت فايلر عشان تقيمه لا استنى ماتشين تاني تقال، يعني ماتش النجم وماتش كمان تاني تقيل وتبدا تقول عليه. فايلر برضو في مواقف صعبه ما تحطش فيها تقدر تحكم على المدرب فنيا وتكتيكيا، يعني فايلر ما فيش ماتش هو اتاخر في النتيجه، فايلر هي دي ميزه ان انت بيبقى عندك المبادره. هو بيتفادى الوقوع في هذه ماشي. طب فرضا ظروف الماتش بقى، ظروف الماتش اللي انت بتتكلم عليها دي، فرضا حطيتك في فرقه راحت هجمه مرتده في الدقيقه 30 ولا 35 وتقدمت عليك، هتعمل ايه؟ اكيد هيبقى عنده حلوله. ما هو احنا مستنيين نشوف الحلول دي عشان نقيم برضه. يعني انت دلوقتي بتدي الراجل حقه وفق المعطيات. حاجه ثانيه برضه ما تعرضلهاش فايلر، ما تعرضش مثلا ان هو يبدا المباراه وبعد 12 دقيقه ولا 15 دقيقه يتعرض له طرد. حلو. هيغير الطريقه لايه؟ هيلعب ازاي؟ اوكي احنا دلوقتي في ظروف معينه. احنا مش بنقيم فايلر بشكل نهائي. ما هو لسه على النهائي ده. الراجل اسمعني بس، اشرب بس بق ميه كده. اوكي. الراجل لسه بقى له 6 ماتشات بس النادي الاهلي، البدايه مبشره. في جوانب اكيد فنيه وبدنيه هو اكيد ملم بيها جدا وهيعرف يعالجها ازاي بالتحديد من معسكر الامارات ده، مفيش مشكله خالص يعني. لكن الفتره اللي جايه التعامل بتاعه في الماتشات دي بتبقى ظروف كل ماتش، هنقدر بقى نقيم ونشوف بعد كل مباراه او خلال المباريات هيتعامل ازاي، زي ما انت بتقول بعض الجزئيات دي كلها امور هتيجي وظروف مباريات بتيجي مع الوقت يعني، هنقدر نتكلم فيها. لكن في كل الاحوال احنا بنقول ايه في البدايه؟ في الست ماتشات، بعد الست ماتشات الراجل مبشر. التقييم النهائي زي ما انت بتقول كده بعد التحديات الاقوى، رغم ان النادي الاهلي لعب الزمالك مثلا كان تحدي قوي، وانا برضو مصر ان ظروف المباراه هي اللي عطلت فايلر عن تحقيق نتيجه كبيره، مع كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك طبعا يعني. لكن في كل الاحوال اكيد هنقيمه بعد المباريات الصعبه اللي انت بتتكلم عليها، ده شيء مؤكد. هو ده كلامك بياكد اللي احنا عمالين نتكلم فيه، ان هو انا معاك كل مباراه بيبقى فيها ظروف وفيها امور، بس انت في النهايه برضو انت لما بتقيم فايلر ما بتقيموش على الظروف. فرضا فايلر لعب مباراه قصاد سين او صاد
وكان مثلا نسبه استحواذ 70%، فرص 15 لفرصه، وفي الاخر المنافس راح الفرصه جابها جون وانت ما جبتش ولا جون. هنا ده توفيق وعدم توفيق، لكن انت بتتكلم في الفنيات. ايوه احنا نلوم فايلر من دلوقتي؟ لا انا ما بلومش، لا مستحيل ده فايلر انت قلته مبشر، لا انا هزود عليك، هو مبشر جدا مش مبشر بس، ده مبشر جدا وممكن تقول ثلاثه جدا. كويس. ده اول مدرب اجنبي يخش الدوري المصري من المدرسه الحديثه، من المدرسه المودرن. ده اول مدرب. المدربين اللي كانوا بيجي مع كامل احترامي سواء للاهلي او لغير الاهلي، مفيش مدرب من المدرسه دي. نرجع نفتكر كوبر مثلا مش من المدرسه دي، اجيري مش من المدرسه دي، ما انا بقول لك لاسارتي مش من المدرسه دي. الوحيد اللي من المدرسه دي، المدرسه دي زي ما قلنا عشان نقرب للناس، روادها هم كلوب وجوارديولا. كلوب وجوارديولا بداوا يظهروا على الساحه بقالهم 10 سنين 12 سنه، وعملوا طفره في الكوره. طفره في الكوره اللي هو استحواذ استحواذ استحواذ، ضغط بشكل مستمر على المنافس، ضغط على المنافس، ضغط على المنافس. لاحظ حاجه تانية مع فايلر، مين هداف الفرقه في الدوري؟ رمضان. طب رمضان هو مهاجم؟ لا. طيب مع يورجن كلوب مين الهدافين بتوعه؟ صلاح وماني، هم مهاجمين؟ لا. هي نفس المدرسه. هي نفس المدرسه. اقعد حط الامور قصاد بعضها هتلاقي طريقه لعب بتتشابه. طبعا مع الاختلاف الشاسع، انت هنا بتتكلم على يورجن كلوب، هنا بتتكلم على فايلر، وزي ما قلنا ما بين قرينش وما بين، احنا بندي بس امثله ان هي الراجل ده من نفس المدرسه دي. الفرق ما بين انت دوري مصري ده ايوه دوري مصري دوري انجليزي طبعا فرق كبير. ده في يوم من الايام يعدي. لا لسبب، هو فايلر، هو فايلر مبشر جدا. فايلر مدرب بيلعب كوره حديثه، عندنا امكانيات لاعبين مميزين، ومعاه القماشه اللي تساعده. مع القماشه انت النادي الاهلي، انت بديهي اصلا يبقى معاك افضل لعيبه جوه مصر، معاك افضل لعيبه جوه افريقيا، ده بديهي، ده مفروغ منه. المهم بقى فين المدير الفني، فين العين، فين الخطه، فين الفلسفه اللي هتطوع ده كله، اللي هتنجح بالمنظومه اللي هي اصلا ناجحه. انت المنظومه معاك ناجحه، ناقصها بس الترس الكبير اللي هو المدرب. المدرب ده اللي بيقعد على الدكه، ده راجل خلاص بروفيشنال، ده راجل مودرن، ده راجل حديث، ده راجل دماغه كلها كوره، وراجل مطلع على احدث حاجه في التكتيكات التدريبيه والكلام ده، خلاص انت النجاح مضمون، انت مش محتاج حاجه، محدش هيقدر يقف قصادك ولا جوه ولا بره، هترجع تاني تسيطر على القاره كلها زي ما كنت بتسيطر. ان شاء الله ان شاء الله. فدي مفروغ منها. في حته مبشر، لا احنا مش عشان بنقول في سلبيه في فايلر يبقى فايلر، لا ده فايلر مبشر جدا جدا جدا. انا قصدي ان السلبيه لسه ما ظهرتش. ما انا بحذر انها تظهر، بحذر انها تظهر. ايوه انت بتقول مواقف ممكن تحصل، بحذر انها تظهر، وساعتها هنشوف فايلر هيتعامل. احنا مش هنحكم عليه من دلوقتي، هنشوف هو هيتعامل ازاي يعني. ونرجع لسؤالك الاولاني، هو ده الهدف من المعسكر. كويس. هو ده الهدف الاساسي. هو فايلر فايلر مش محتاج كتير من المعسكر. فايلر لو كان الدوري مستمر كان زمان فايلر ماشي زي ما هو، مفيش عنده اي مشكله خالص. ده بالعكس، ده لو في فرق ثانيه هي اللي مستفيده من الفتره دي، انها هتعيد تصحيح اوراقها، هترتب امورها، عندها مشاكل كتير فنيه. مين مستفيد يعني؟ يعني مثلا اديك مثال، ميتشو في الزمالك مستفيد جدا لسبب بسيط. ميتشو بقى على فكره مدرب جيد، مدرب جيد جدا، بس عنده مشاكل، عنده مشاكل غير فايلر. اولا هو ما عندوش جرأة فايلر. ميتشو ما عندوش الجرأة. فايلر جريء جدا. فايلر على فكره، فايلر برده قبل ما يجي الاهلي كان ساعات بيدفع ثمن جرأته دي، بس بيدفع ثمن جرأته دي ايه؟ هو بيدرب سين، فبيلعب فريق تقيل بحجم بايرن ميونخ، هيخسر منه كتير لو لعب بالاسلوب ده. لكن انت جوه قاره افريقيا ما فيش عندك المنافس اللي هو فارق على الاهلي، فما فيش منافس لما انت تهاجمه تخاف منه. طيب ده ما شايف فيش. شايف الاهلي قادر ياخد دوري ابطال افريقيا السنه دي باذن الله؟ ده هو السنه دي هو المرشح الاول ليها، وده مش كلامنا على فكره. الأول. ده مش كلامنا على فكره. اخدوا البطوله دي 10 منافسين. ده الاهلي هو المرشح الاول للبطوله السنه دي. انا متاكد من ده. الاهلي حتى لما خرج من سان داونز السنه اللي فاتت كان الظروف كتير، لو حابب ممكن نتكلم فيها. السنه اللي قبلها كان الاهلي في النهائي، السنه اللي قبلها كان الاهلي في النهائي، ومع الوضع في الاعتبار ان ما كانش معاه واحد زي فايلر. طب انت دلوقتي معاك مدرب كويس، معاك منظومه ناجحه، معاك لعيبه هي الافضل، مش ناقصك حاجه. انت جوه قاره افريقيا، لو عايز اكلمك بمراكز، انت عندك مراكز انت الافضل فيها جوه القاره، مش بقول لك جوه الدوري. انت مين عندك في اي فريق في جوه قاره افريقيا افضل من علي معلول؟ مفيش. اديني اسم. مفيش عند حد. مفيش حد عندك ده. برضو تعالى نتكلم، اجاي السوليه، مين عندك جناح افضل من رمضان صبحي تحديدا جوه القاره؟ في اي فريق جوه القاره بمستوى رمضان الحالي؟ بمستوى رمضان الحالي مفيش. وعلى فكره مستوى رمضان الحالي برضو اجتهاد جامد من رمضان، بالاضافه لفايلر طبعا، لسبب بسيط. فايلر المدرسه دي بيبقى عندها الجناحين اهم من السنتر فيرود. الجناحين اهم من السنتر فيرود. وضربت لك مثل بصلاح وماني مع يورجن كلوب. صلاح وماني هم نجوم الفرقه مع يورجن كلوب، مش فيرمينيو. فيرمينيو ده التالت بتاعه. لكن واحد واثنين صلاح وماني، وهم الهدافين، وهم اللي بيسجلوا الموسم اللي فات 22 22. بس مهاره فيرمينيو بتساعدهم ماشي طبعا. لا ما انا مش معنى كده ان انا بلغي دور المهاجم. لا طبعًا. بس انا بقول ان هم الاثنين دول في الطريقه الجديده بيبقى اكن المدرب بيلعب بثلاث مهاجمين. المدرب اكنه بيلعب بثلاث مهاجمين. رمضان بيعمل ايه؟ رمضان اللي ما كانش مع المدربين اللي قبل كده. طب ما هو رمضان هو نفس رمضان اللي مع لسارتي. إيه رمضان فجاه كده لا طبعا ده شغل مدرب. تعليمات المدرب وتحركات اللعيب دي مدرب بيقول له انت مثلا في الكوره هنا. يعني مثلا كان رمضان في اوقات كتير قوي مع لسارتي مايل على الخط. رمضان دلوقتي بيخش لجوه، بيخش في العمق في حاله. صح. اي كوره عرضيه او اي تمريره بتلاقي رمضان في العمق مع اجاي.
لو الكوره بتترفع من الناحيه اليمين بتلاقي رمضان داخل مهاجم تاني، خلاص المهاجم اجاي ورمضان جنبه. لو الكوره بتترفع من الزاويه اللي فيها رمضان معلول مثلا ورمضان هو اللي قدامه، رمضان بيضم على المنطقه يا يستلم وبمهارته يلف ويشوط، يا بيكمل على المنطقه ومعلول بيديها له على الارض بيحطها جول. شفنا الجمله دي كتير. الجمله دي مين؟ الجمله دي اجتهاد؟ لا الجمله دي مدرب. الجمله دي مدرب، ما هو ده اللي بيعمله برده كلوب. هو صلاح بيجيب غزاره الدفاعيه مهارات عاليه جدا وامكانيات عاليه لصلاح، لكن في مدرب برده بيحطه في المكان المناسب في الوقت المناسب، ده المدرب. هو اللي بيقوم حاطط اللعيب، انت تبقى هنا لما الكره تبقى هنا يبقى النتيجه جول. ده اللي حصل مع رمضان. بيانكوس منظومه مستر فايلر بخلاف الجانب البدني، بخلاف الجانب البدني اعتقد ان هو ما ينقصوش حاجه، ربما ممكن مهاجم معين وفق دماغه وفق فلسفته. لان الطريقه دي برده بتحتاج مهاجم، مش مهاجم كلاسيك، مش مهاجم تسعة كلاسيك. لا مهاجم فاهم كوره. لسه انت ضارب مثلا ممتاز بفيرمينيو. فيرمينيو هو اللي بيشغل صلاح وماني. يعني فيرمينيو في اوقات كتير بيبقى صانع لعب، مش بيبقى مركز 10 مش مركز 9. فيرمينيو بيبقى صانع لعب. طب فايلر اعتقد انه عايز مهاجم من النوعيه دي. اعتقد ربما هو ده اللي انا شايفه. دي ممكن تبقى القطعه الناقصه في، وما هياش ناقصه بشكل او ما هياش ثغره تسبب لك عجز. لا انت فريق الاهلي دلوقتي انا شايف انه مش ناقصه حاجه، متكامل بس شبه متكامل. بس بنقول لو القطعه دي بقت موجوده، لا هيبقى فايلر معاه حلول تانية كتير، بالذات حلول هجوميه، لان انت مدرب هجومي. فمدرب هجومي انت محتاج اللعيب اللي يلعب تسعه ده ما يبقاش تسعه كلاسيك. ده طبعا ما وضع في الاعتبار ان احنا عندنا مهاجمين مميزين جدا. احنا بنتكلم على اسلوب لعب، يعني عندنا ما هو اسلوب فايلر. ايوه مروان محسن مهاجم مميز، عندنا صلاح محسن كذلك، عندنا ازارو، وعندك ازارو، وعندك اجاي بيلعب جناح وبيلعب مهاجم على فكره، بيجيد وبيجيد ده. بس هو ربما فايلر عايز حاجه من العينه زي ما قلت لك بتاعت فيرمينيو، اللي هو مهاجم حريف كرة قوي، عينه حلوه في التمرير. لا اجاي حريف قوي، بس اجاي في الاسيست مش عالي. ما هو انت برضو بص للارقام، انا عايز واحد تسعة وتكون ارقامه كاسيست عاليه، غير ان هو قدراته التهديفيه كويسه. اجاي مهاراته عاليه، قدراته التهديفيه جيده جدا، وبدنيا قوي قوي، وبدنيا قوي، لكن هو مش اسيست. اجاي مش اسيست، يعني اجاي تفكيره الاول اول ما الكره تبقى في رجله ان هو يجيبها جول. طب ما ممكن يبقى في زميل تاني، رمضان او الشحات، في موقع انسب وافضل. هو ده اللي بيعمله فيرمينيو. فيرمينيو لما بيقول بتبقى الكره في رجله وهو منطقه. خليني اقول لك على حاجه مثلا، يعني مثلا اجاي مع كابتن حسام البدري لما كان مدير فني النادي الاهلي، عمل اسيستات كتير جدا في الدوري الموسم اللي فات، فيه ازارو هداف الدوري 18 هدف. ماشي، بس الموسم اقول لك على حاجه، اعلى اسيست الموسم اللي فات في الاهلي هو معلول. اوكي الموسم اللي فات هو معلول، لكن ممكن ايوه الامكانيات موجوده. بس عقلية فايلر، هو مش عايز واحد يخلص الموسم وبعمل له خمسة اسيست وترتيبه في الفرقة الثالث، هو عايز أكتر. طريقة اللعب دي عايزة كده، وطريقة اللعب دي مش هتبان إيه؟ أجاي ما ممكن يعمل لك في ماتش اسيست، هل معنى كده إن أجاي صانع لعب؟ لأ، بس الفرق الكبيرة اللي عندها طاقم دفاع قوي، لما تروح تلاعب نجم بره، لما تقابل فريق تقيل، وده ترجي الفرق الكبيرة دي، الفرق دي عندها لعيب خامته عالية، خامته زي عندك، فمدافعينه أقوياء، فلازم اللعيب بتاعك أو المهاجم بتاعك اللي هو نمبر 9 ده او رقم 9 ده في الملعب لازم تبقى عينه حلوه. لو هو عارف ان الشوطه بتاعته دي مش صعب جدا تخش هدف، لا يبقى الافضل تمرير. طب امرر لمين؟ لازم يبقى سريع البديهه وتفكيره عالي. في نفس الوقت المدرب بيبقى مدي تعليمات الكره لما تبقى في رجل نمره 9 ونزل هنا، رمضان بيخش كده، الشحات بيفتح هنا، ده كله تعليمات مدرب. لو اللعيب ده ما ترجمش بسرعه خلاص الهجمه ضاعت. القصه في الكره ايه؟ تفاصيل بسيطه، ثانيه بتفرق ما بين هجمه وهجمه. خلينا نقول ان احنا واثقين ثقه كبيره جدا في قدرات مستر فايلر. لا قادر ان هو يقرر، مش عايز برضو كلام يتفهم من انتقاد. ده انا زي ما بقول لك، انت قلت مبشر، انا ضفت عليها ثلاثه جدا بالزبط. وقلت لك ده افضل مدرب اجنبي دخل مصر في اخر 10 سنين. هو ليست فعلا مستر فايلر، هو الراجل نتائج احنا بنديله حق لحد دلوقتي في الحقيقه. لا وجنب النتائج الاداء، ما انت ممكن تكسب وادائك وحش. طبعا لا ده انت بتكسب باداء، انت بتكسب باداء وبتكسب بنتائج ومعدلك التهديف عالي. بمناسبه الاهداف اللي بتتعرض دي يعني قدامنا، واحد زي حسين الشحات، رايك في ايه في بدايه الموسم ده، خصوصا الضغوط اللي كانت عليه السنه اللي فاتت بعد ما جاب مبلغ كبير يعني من العين الاماراتي، البدايه والانطلاقه السنه. هو حسين الشحات احنا ما ينفعش تيجي، حسين الشحات ده لاعب ممتاز طبعا، ده لاعب كبير. يعني حسين الشحات النهارده ضيفنا في حلقه سهره مع النهارده بالليل، اللي هتبقى حلقه مهمه اكيد طبعا. ده لعيب اولا يعني قاعده كده، ما فيش لعيب بيروح اهلي او زمالك الناديه دي لما بيبقى لعيب اصلا مميز، هم جايبينه لعيب مميز. صح. هو كان مميز في الحته اللي هو فيها ايا كان بقى، في الخليج او في الدوري المصري، فده بديل. فما ينفعش ان احنا الاهلي يروح يجيب لعيب ونقول لا والله ده وحش. لا انت ممكن تقول ما تاقلمش بسرعه عليه، ممكن تقول ايه اللي اخره. لكن لا الشحات، لا الشحات الكرة دي تاريخية. الشحات لاعب ممتاز. حتى تاني كده بيه بعد اذنك، الكرة دي تاريخية يعني. يعني الكرة دي هتتكتب في اللعبة دي، اللعبة لا دي هي الكرة دي كمان هقول لك على حاجة. والله استنى بس، عشان استنى بس يا استاذ ولي، مش عشان الزمالك يا جماعة ولا مش عشان أي حد، بس هي لقطة مهارية ممتازة والله، ما عشان الزمالك، مش عشان دي ده لعيب في الزمالك اللي اترقص، لا هي لقطة مهارية وتفكير مهاري أكثر من رائع، فهتفضل موجودة اللقطة دي في أذهان الجماهير المصرية بشكل عام كلهم بمختلف انتماءاتهم.
هو على فكره لو هتتكلم بقى على الشحات، الشحات الحكايه دي بيعملها 3 4 مرات، ده انا شفت له 3 4 كور كده في الموسم ده بس. الشحات بيعملها، فده لعيب مهاراته وكنترول عالي على الكوره. والقصه كمان هنا هو لا انت بتقول احنا طبعا نادي الزمالك نادي كبير وكان مباراه السوبر كانت مباراه كبيره جدا ومباراه قويه وتليق بقمه الكوره في مصر، والنتيجه خلصت في الاخر 3-2. بس هنا هو مين اللي الشحات بيعدي منه؟ ده حمدي النقاز، ده مين يعني. ده قدرات لاعب ده حمدي النقاز زي ما اتكلمنا، علي معلول افضل باك شمال جوه افريقيا، حمدي النقاز من افضل الباكات اللي من جوه القاره. لا ده لعيب، لا لعيب سوبر ولعيب دولي ولعيب كبير. فان انت يبقى عندك جناح بيبقى عنده الجرأه وانه واثق انه هيرقص ويعدي بالمنظر ده، فده جناح مش هينفع نتكلم عليه، مش هينفع تقول عليه حاجه. القصه كلها بتخضع لتوفيق وعدم توفيق. في لعيب بيبقى كبير، رمضان النهارده ما سجليش، هو بقى له 3 ماتشات في الدوري بيسجل لي، جه النهارده ما سجليش، ما ده توفيق مش عدم توفيق. مش رمضان وحش او مش الشحات وحش، لا انت عندك تقريبا مراكز الاهلي انت بتتكلم في 11 مركز، ما لا يقل عن 7 هم الافضل في اماكنهم جوه القاره مش جوه مصر. هم الافضل، هي القطعه الافضل في مكانها على مستوى القاره 6 أو 7. فبالتالي انت مش ناقصك حاجه، معاك مدرب، معاك مدرب مبول عليه النادي في الحقيقه، مسؤولين في النادي يعني ان هم يوفروا طول عمر، طول عمرك انت اداره النادي الاهلي معروف دي. فانت احنا دلوقتي بنتعب نفسنا ونتكلم مين على فايبر، لكن انت ما مش هينفع. اداره الاهلي، اداره الاهلي وسيستمها طول عمره معروف. يعني هو لاسارتي رغم ان امكانياته الفنيه اقل من فايلر، ومع ذلك اداره الاهلي وفرت له كل حاجه لحد ما خد الدوري، وما خدش الدوري شطاره من لاسارتي عشان ابقى صريح معاك. الدوري عمل مجهود بس الدوري ما كانش شطاره من لاسارتي. ده هو يعني اداره الاهلي كانت حكيمه انها ما مشيتوش بعد صن داونز، لان لو مشيته كان الدوري كمان راح مش افريقيا. انت تعرضت للكارثه يوم صن داونز. بديهي ان اي نادي ثاني في مصر كان هيمشي المدرب. وكان الاعلام كله بما فيهم احنا كتبنا ان الراجل ده لازم يمشي. طب هنا الكابتن محمود الخطيب اداره الاهلي عملت ايه؟ لا ادته فرصه اخيره، قالت له لسه قدامك الدوري. صح. طيب لو كان هو مشي يعني ده برضو كان قرار جيد جدا من اداره الاهلي، لو كان هو مشي ساعتها وكان هيبقى، وده كان مطلب جماهيري ومطلب اعلامي يعني، ده ادارات كتير بتستنى بس يبقى تشوف الجماهير فين وتمشي معاه. لا طب انا اديك مثال. طيب قول فالفيردي. وفالفيردي الله ينور عليك، يعني فالفيردي جمهور برشلونه بيحلم بانه يسمع الخبر او يقرا الخبر ان فالفيردي ده مشي، لكن الاداره متمسكه بيه. الاداره متمسكه بيه لان هو عارف ان هو دلوقتي خسر 3 من او 4 من ليفربول بعد ما كان كسبان ده خلى ده وكمان كمان اديك مثال تاني، بوكوتشينو مثلا، وبوكوتشينو مع توتنهام. توتنهام السنه دي توتنهام سيء جدا ومع ذلك صابرين عليه. هم عارفين المدرب كويس. انا عشان الوقت بس بيداهمني عايز اكلم معاك شويه عن المنتخبات. عندك المنتخب الاول تمام والمنتخب الاولمبي. المنتخب الاول شايف الفتره الجايه ازاي بالنسبه لكابتن حسام بدري؟ عندنا ماتشين كينيا وجزر القمر. تمام. انا شايف ان الكابتن حسام هو كل اللي لعبوا ماتش ودي برضه للاسف في ناس سبقت الاحداث وقعدت تقطع وقعدت تنتقد. يا جماعه استنوا الراجل لما يلعب رسمي تتكلم يعني. انت قصدك كتقييم انت يعني ناس صح. لا ده في ناس عماله تتكلم، ده غير كمان ودي، ده في ناس اول ما استلم المهمه، لا ده ازمات، لا ده يا جماعه بس. يا جماعه كابتن حسام بس انا اقول ارد عليك يعني. ارد في ازمات في الحقيقه حصلت. حصل تمام. ومين اللي خلقها؟ تمام. احترامي وتقديري ومساندتي كابتن حسام. تمام. زي ازمه ايه مثلا؟ الشاره. تمام ماشي، ازمه الشاره في النهايه نستنى نشوف الراجل هيتعامل معاها ازاي. لا ما هو والراجل خلاص، والراجل خلاص، والشرف منتخب مصر بالأدمية. اوكي طب ليه من الاول انا عملت المشكله؟ ليه قلت ان انا بدرس الموقف؟ طيب. هي دي جزئيه تتاخد. طيب. اتاخد عليه جزئيه انا عارف. اتاخد عليه الجزئيه دي. لا النهارده وامبارح ده يا جماعه منتخب مصر كله ده اغلب اللعيبه من الاهلي عشان كابتن حسام الاهلي. ما هو ده برضو الكلام. الكلام ده اللي نازل النهارده وامبارح. او الكلام ده انت ما شفتوش في المواقع والجرايد. الكلام ده هو اللي نازل. ان هو يختار يكش حتى بص ياخد لعيبه مش من الاهلي والزمالك. لا وتحديدا تم ذكر اسماء لعيبه بعينها، ربيعه وحيد وكهربا. طب الثلاث لعيبه دول مردود عليهم هو الكابتن حسام واخدهم ليه؟ الكابتن حسام واخدهم في ظروف معينه او رده كان منطقي في ظروف معينه. هو الكابتن حسام مش ما قالكش دول هيبقوا ثابتين معايا. الكابتن حسام لسه بيجرب. ثانيا دول 32 لعيب يا جماعه في النهايه، وهيروح ب 23 بس يلعب بيهم. هو مش هياخد اتنين وفي النهايه هيلعب ب 11 بس. مش هيلعب بده كله. فاستنى اشوف الراجل هيلعب ويحقق ايه وبعد كده اتكلم عليه. المشكله انا مش بتكلم عليك انتقادات. كان في ازمات قبل كده. انا بتكلم في امور دلوقتي اداريه مش فنيه. ايوه في امور فنيه الناس بتتكلم فيها والراجل لسه ما لعبش. ما لعبش يعني. وبرده حاجه ثانيه، كابتن حسن شحاته رمز كبير وحقق أكيد. لمصر انجازات فلكيه مع منتخب مصر. كان الكابتن حسن شحاته لما كان بيلعب في افريقيا كان غالبيه الفريق منين؟ من الاهلي. كان بتلاقي 7 أو 8 لعيبه من الاهلي. كنا ساعتها بنقعد نقول ده اهلي وده زمالك. في النهايه ده منتخب مصر. كان الجهاز كمان كله من الزمالك. ايوه الجهاز كان كله من الزمالك. الكابتن حسن ما كانش بيوصل كده. الكابتن حسن بالنسبه له انا مدرب منتخب مصر، يهمني مصلحه منتخب مصر، خلاص بجيب اللعيبه اللي شايفه تحقق المصلحه، ماليش دعوه هم اهلي هم زمالك. نفس الكلام الكابتن حسام البدري، جاب 7 من الاهلي، جاب 10 من الاهلي، جاب 5 من الزمالك، جاب 6 من بيراميدز، مش مهم جاب كام. الناس عماله تحط العدد وتقول لك بص هو جاب كام من هنا وكام من هنا وكام من هنا ويقارن. لا دي ناس مش عارفه. القصه يا جماعه مش مقارنه، القصه
القصه فنيات. هو الاهم الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله الكابتن حسام بدري يقدر يحقق الطموحات عند الشعب المصري. وعموما الكابتن حسام بدري انت كمان عشان تحكم عليه فنيا ده مش دلوقتي، انت اولا المنافسين اللي جايين لك دول. على فكره كابتن حسام بدري فنيا معروف. ما هو انت معروف بس انت عايز تقيم تجربته مع المنتخب. لا مش دلوقتي خالص، الكابتن حسام البدري هينجح في الماتشات اللي جايه انا متاكد. انت بتلعب منتخبات مع كامل احترامي ما هياش منتخبات، ما فيش دلوقتي منتخب ضعيف في افريقيا، بس ما هياش من منتخبات النخبه، ما هياش المنتخب اللي انت حتى لو مش يومك تخسر منه. المنتخب الاولمبي سريعا، منتخب الاولمبي يعني من ناحيه التاهل للاولمبياد ان شاء الله انا واثق ان احنا نتاهل للاولمبياد، اتمنى ناخد البطوله. وان كانت المنتخبات اللي موجوده صعبه، انت بتتكلم في مالي، بتتكلم في سنغال، بتتكلم في كاميرون، بتتكلم في نيجيريا، بتتكلم منتخبات مشاركه في بطوله تقيله قوي. مجموعتك كمان تقيله قوي. لا سوري كاميرون مالي غانا كاميرون مالي غانا كاميرون مجموعتنا. المجموعه الثانيه يمكن هي الى حد ما نيجيريا نيجيريا وكوديفوار. فانت المباراه الافتتاح انا خايف منها قوي مع مالي، منتخب تقيل قوي، منتخب قوي جدا، منتخب فيه 7 محترفين في اوروبا غير اللي هم جوه القاره غير الكلام ده كله. ما انا بقول لك الله ينور عليك. فعندك عندك المنتخبات جايب محترفينها، انت عندك بتعاني اصلا من اكتر من نص لعيبتك ما بيلعبش اساسي في الدوري. فاهم الفرق؟ فالله يكون في عونك. لا بس احنا عندنا لعيبه في منتخب الاولمبي، عندك لعيبه ممتازه على فكره، الجيل ممتاز، بس انا بكلمك فرق ايه؟ فريق جاي لك بلعيبه محترفه في اوروبا وانت المستوى يعني وانت لعيبه كتير عندك ما بتلعبش اساسي. بالزبط. لكن انا لو هقارن برضه هرجع، لا انت عندك خامات ممتازه طبعا جدا طبعا. رمضان صبحي خامه ممتازه جدا، ده لعيب منتخب اول، ده مش لعيب منتخب اولمبي، ده لعيب منتخب اول. مصطفى محمد وصلاح محمد، انت عندك خامات ممتازه. فاللي انا عايز اقوله ان التاهل ان شاء الله، ان شاء الله التاهل هنتاهل. فوز بالبطوله اتمنى. وفي برضه يعني تاريخيا كده احنا لما الاولمبياد بتلعب في طوكيو منتخب الكره بيتاهل وبيحقق نتائج كويسه، لان في 64 لما كانت الاولمبياد في طوكيو احنا اتاهلنا وطلعنا الرابع كمان. بشرة خير يا استاذ وليد، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وفقره كانت ممتعه في الحقيقه. انا اللي بشكرك يا امير، واتمنى نكون ضيوف خفاف على الساده المشاهدين. لا ده حقيقي، انا بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز النهارده المتحمس والاهلاوي جدا، واضح جدا في طريقته يعني، الاستاذ وليد زينهم رئيس القسم الرياضي بجريده روز اليوسف، واتكلمنا في بعض الملفات المحليه وكمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، بكره حلقه مهمه جدا، حلقه الخميس، تبقى حلقه سخنه دايما وفيها كلام كتير جدا. استنونا في الحلقه بتاعت بكره ان شاء الله، حلقه تكون مميزه. الى اللقاء.